صباح الخير والجمال والأمل على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح دريم الجمعة 10 فبراير 2017 9 صباحا بتوقيت القاهرة. يوم سعيد بإذن الله على كل مشاهدينا في كل مكان. النهاردة بعد فقرتنا الإخبارية مباشرة هيكون معنا فقرتين مهمين جدا زي ما عودناكم كل يوم جمعة. إحنا بنتكلم تحديدا عن القضايا الأسرية أو المشاكل الأسرية اللي خاصة بالعلاقات الإنسانية أو خاصة بالأطفال. فنهاردة الحقيقة في فقرتنا الرئيسية الأولى هنتكلم عن الطفل العصبي أو الطفل العنيد. ده مرض ولا يعني سوء تربية؟ هل ليه علاقة بالأم والأب؟ هو أكيد طبعا ليه علاقة، بس هنعرف طبعا إيه علاقته بالظبط. ناس كتير جدا بتشتكي تقول أنا ابني عنيد جدا، لما بقول له حاجة لازم يعمل عكسها، ما يعني حتى لو هيجي على نفسه بيعمل عكسها. العند ده بيكبر مع الطفل بيوصل لإيه؟ يعني لو فرضا وصل الطفل ده لسن المراهقة مثلا واحنا سبناه كده عنيد، ازاي بقى انتوا كأم وكأب تتعاملوا مع الطفل العنيد؟ هل الطفل العنيد ده حله العنف، ان احنا نزعق له نضربه؟ اكيد ليه حلول تانية. عموما انا طبعا هستنى كل استفسارات حضراتكم في الفقره الرئيسيه الاولى حول الطفل العنيد مع ضيفتنا اللي هتكون منورانا دكتوره رحاب العوضي، استاذ مساعد علم النفس السلوكي. فقرتنا الرئيسية الثانية هنتكلم فيها عن الحقيقة قضية مجتمعية بيحصل كتير قوي، ان بيكون مثلا أسرة فيها زوج وزوجة وأولاد أو زوج وزوجة ولسه ما فيش أولاد، بتكون الست مثلا بتشتغل فما ترضاش تقول لجوزها هي بتاخد كام في الشغل مثلا، أو العكس ممكن تقول له وتقول له أنا باخد كذا أو مرتبي كذا بس أنا مش هصرف على البيت، أنا أصرف على نفسي بس، لبسي مش عارف إيه كذا كذا، لو حبيت أشارك في مصاريف البيت ماشي. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ هل من حق الزوج إن هو يعرف راتب زوجته؟ طب لو عرف هل من حقه إن هو يقول لها اصرفي على البيت بالعافية، ولا هي بقى ومزاجها يعني تصرف على البيت ما تصرفش على البيت؟ الكلام ده هنعرف. انتوا لو عندكم مواقف خاصة بهذا الموضوع ياريت تكلمونا. كمان في فقرتنا الرئيسية الثانية هيكون معانا في هذه الفقرة الكاتبة الصحفية أستاذة سونيا الحبال والدكتور علاء رجب استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، عشان نجاوب على هذا السؤال: هل من حق الزوج ان هو يعرف مرتب زوجته؟ وهل من حقه ان هو يشاركها في المرتب ده؟ وهل اصلا الزوج يقبل ان مراته او زوجته تصرف على البيت ولا لا؟ هيكون سؤال او اسئله فقرتنا الرئيسيه الثانيه والاخيره في هذه الحلقه. وهستنى كل استفساراتكم على ارقام تليفوناتنا او اس ام اس 9 11 70، او صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي او بالانجلش، كمان تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق خدمه وصل صوتك. تعالوا نشوف اخبارنا ايه هذا الصباح. مركز معلومات مجلس الوزراء قال ان مصر ضمن اعلى 20 اقتصاد في العالم بحلول 2030. أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه وفقا لتقرير مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز، فإن مصر ستكون ضمن أعلى 20 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030. توقع التقرير أيضا أن يحتل الاقتصاد المصري المرتبة 19 من بين 32 اقتصاد عالمي. شمل التقرير بحلول سنة 2030 متوقعا أن يرتفع الناتج المحلي إلى الإجمالي إلى 2 تريليون دولار، وأن يتخطى الاقتصاد المصري الاقتصاد الكندي بحلول 2050 ليصل للمرتبة 15 عالميا بإجمالي ناتج محلي تقريبا 4 تريليون دولار. تعالوا بقى نروح لوزارة الصحة. وزير الصحة قال وأعلن أن هناك 108 مليون جنيه مصري منحة لعلاج مرضى فيروس سي المنتكسين. أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على المنحة المقدمة من شركة جينسون للأدوية، والتي تقدر ب 108 مليون جنيه مصري في صورة 82200 عبوة من عقار أوليسيو، والذي يستخدم في علاج مرضى فيروس سي المنتكسين.
الكلام ده هيجي مساهمة من الشركة في حملة مصر خالية من فيروس سي. وجاء ذلك أيضا خلال استقبال مساء أمس الخميس سيد لويس دياز مدير عام الشركة، وفيليم يان بلوك المدير الإقليمي، بمشاركة أيضا استثمارات الشركة في مصر ولتقديم الشكر لهم على هذه المساهمة البناءة. أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن هذه المنحة كانت نتيجة مفاوضات لمدة شهرين بين ممثلي الشركة في مصر والدكتور يحيى الشاذلي ممثلا للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. من جانبه أشار لويس دياز المدير التنفيذي للشركة بجهود وزارة الصحة بتجربة مصر الرائدة في علاج حوالي 1 مليون شخص في مدة زمنية قياسية مقارنة بباقي الدول، لافتا إلى استمرار دعم الوزارة خلال الفترة اللي جاية في هذا المجال. أوضح أيضا أن تجربة مصر الناجحة يتم الإشادة والاستشهاد بها في جميع المحافل الدولية. من وزارة الصحة لوزارة العدل وميكنة 400 مكتب شهر عقاري خلال سنة بالتعاون مع الاتصالات، خبر رائع الحقيقة. المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع اتفاقية تعاون بين العدل ووزارة الاتصالات امبارح الخميس بهدف تطوير 400 شهر عقاري، ان هم يشتغلوا بقى يعني نظام الكتروني ويشغلوهم الكترونيا خلال سنة، وتحديث على أعلى مستوى، وتفعيل نظام الشباك الواحد لخدمة المواطنين. من جانبه قال مهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجي المعلومات إن البروتوكول ده بيأتي في إطار العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب الشهر العقاري، مشيرا إلى بروتوكول التعاون اللي تم توقيعه أيضا مع وزارة الداخلية في وقت سابق بشأن تسهيل كل المعاملات في قطاع الأحوال المدنية. أشار القاضي أيضا خلال المؤتمر الصحفي عقب توقيع بروتوكول التعاون الذي شهده مهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أشاد إلى أن المراكز التكنولوجية وميكنة مكاتب الشهر العقاري أمر ضروري جدا ومهم جدا نظرا لأهمية وحتمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للسادة المواطنين. أكيد هتمنع التكدس، تمنع المشاكل، تمنع الرشاوي، هتمنع حاجات كتير جدا، بس نتمنى الإسراع في التنفيذ في هذا المشروع الرائع. طيب نرجع بقى لوزارة الصحة وتحديدا برضو في مشكلة، لأن في نائب أحمد الفرغالي نائب بورسعيد قال إن هو هيتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الصحة حول وفاة آدم. أحمد فرغالي عضو مجلس النواب عن بورسعيد قال امبارح الخميس إن هو هيتقدم بطلب إحاطة ضد أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة عن الإهمال اللي بتعاني منه مستشفيات المحافظة. احنا على فكرة ده ثالث يوم النهاردة نتكلم على الإهمال في المستشفيات. ليه بقى؟ لأن لو ثبت أو في حال الثبوت وجود إهمال في وقعة الطفل آدم اللي كان عنده 5 سنين بعد إجراءه، آدم عمل عملية بسيطة جدا استئصال لوز بمستشفى بورفؤاد العام، وأوضح فرغالي إنه تواصل مع مدير شؤون الصحية بالمحافظة اللي أخطروا بتشكيل لجنة لتحقيق في وفاة الطفل. الولد عمل العملية وتوفى، والمفروض إن حاليا هنقف على مدى تواجد هذا الإهمال الطبي من عدمه عشان نعرف إيه اللي حصل. وأكد أيضا النائب إن الإهمال في المستشفيات هو تكرار لفشل وزارة الصحة بأكملها، وهو أيضا نموذج مصغر لفشل الحكومة المصرية. أمرت النيابة العامة بدفن جثة الطفل آدم محمد السيد 5 سنين اللي لقم إصراعه إثر تعرضه لنزيف عقب إجراء عملية جراحية لاستئصال اللوز بمستشفى بور فؤاد العام، وذلك عقب تشريح جثته واستلام النيابة لتقرير الطب الشرعي. كانت أسرة الطفل البالغ من العمر 5 سنوات اتهمت إدارة وأطباء مستشفى بور فؤاد العام بالتسيب في وفاة نجلهم، متهمينهم بالتسبب في قطع وريد بشكل خاطئ أثناء إجراء عملية إزالة اللوز للطفل، مما تسبب في نزيف أدى إلى وفاته. طبعا وقعة يعني المفروض يتحاكم فيها ناس كتير قوي، يعني اولهم فعلا المفروض يعني سيد وزير الصحة المفروض ان هو يشوف بقى ايه اللي حصل ده، واولهم الاستاذ السيد مدير المستشفى عشان نشوف برضو هو ايه اللي حصل، مين اللي عمل العملية للطفل ده اللي المفروض يتسجن لما قطع وريد بالغلط لطفل عنده 5 سنين وبيعمل عملية بسيطة بتتعمل ويخرج في نفس اليوم عملية اللوز فيخرج منها جثة مهزلة. طيب تعالوا بقى نروح لخبر تاني. نائب رئيس النقد سابقا قال ان او صرح ان الانتقال لمحاكمة مبارك لا يترتب عليه بطلان الحكم.
كشف المستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقد وعضو المجلس الأعلى للقضاء السابق أن انتقال هيئة المحكمة محكمة النقد لأول مرة في تاريخها إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع لاستكمال محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين لا يترتب عليه بطلان المحاكمة. أوضح عبد الرحمن أيضا أن المادة الثانية من قانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية حسمت الجدل حول انتقال المحكمة من مقرها إلى مقر آخر شريطة أن تكون في القاهرة. وأشار النائب الأول لرئيس محكمة النقد وعضو مجلس الأعلى للقضاء السابق إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على محكمة النقد مقرها القاهرة، ولم يحدد المشرع في أي مكان أو حتى في دار القضاء العالي المتواجدة فيه حاليا، بالتالي فإنه ليس هناك ما يمنع أن تنتقل المحكمة إلى التجمع أو إلى أي مقر آخر طالما أنه هو في داخل القاهرة. من هذا الخبر نروح لخبر تاني، والسجن المشدد 7 سنين لوزير الري الأسبق ورجل أعمال في إهدار المال العام. قضت محكمة جنايات الجيزة أمس الخميس برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان بمعاقبة محمد نصر علام وزير الري الأسبق وأحمد عبد السلام أورا رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهما بإهدار 37 مليار و 126 مليون جنيه مصري من المال العام، وأيضا تمكين الشركة من الاستيلاء على 26 ألف فدان بمنطقة العياط والسماح لها بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني. حضر وزير الري الأسبق المتهم الأول في القضية فيما لم يحضر المتهم الثاني، وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة علام في قفص الاتهام. استمعت المحكمة لمرافعة النيابة بالقضية حيث قال ممثلها أن المتهم الأول وزير الري الأسبق استغل منصبه في تسهيل إهدار المال العام لصالح الشركة التي يمتلكها المتهم الثاني ويعمل بها الوزير مستشارا هندسيا. أضاف أيضا ممثل النيابة إلى أن علام استغل سلطته المخولة له وغلب مصلحة المتهم الثاني على مصلحة الوطن، وقام بتخصيص هذه الأرض للشركة بعد تحويلها من نشاط زراعي إلى عمراني، مما تسبب في إهدار 37 مليار ومليار جنيه و 126 مليون جنيه من المال العام. ذكر ممثل النيابة أيضا أن وجود الاتفاق المسبق بين المتهمين حيث كان يعمل الوزير مستشار فني بالشركة منذ عام 2002 بكتابة خطاب يبين استحالة توصيل المياه للأرض وعدم قدرة الحكومة على توفير مية للأرض، وأثبت طبعا بعد كده خلاف الكلام اللي اتقال ده، هم عملوا هذا البيان علشان يبنوا على الأرض مع أنها أرض زراعية وعادي جدا أن هم كانوا يوصلوا لها المية. تصريح الإدارة العامة للمرور إغلاق جزء للطريق الدائري بسبب أعمال إنشاء محور رود الفرج. بتجري الإدارة العامة للمرور حاليا برئاسة اللواء عادل زكي مساعد الوزير للمرور عملية إغلاق جزئي للطريق الدائري بسبب استكمال أعمال إنشاء محور رود الفرج لإنشاء تقاطع مروري مع الدائري بمنطقة الوراق، وبتستمر الأعمال لمدة 5 شهور، وتم إسناد هذه الأعمال لشركة المقاولين العرب مع إجراء تحويلات مرورية بالمنطقة. ستكون تلك الأعمال بإنشاء محورين جديدين وقواعد خرسانية على الطريق في الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الزراعي وصولا إلى محور 26 يوليو وطريق إسكندرية الصحراوي. هيتم كمان غلق ذلك الاتجاه مع تدعيم الخدمات المرورية بالمعدات والأوناش اللازمة لإزالة أي معوقات مرورية بالمكان. سيتم أيضا إجراء التحويلات للقادم من طريق إسكندرية الزراعي تجاه مناطق الجيزة للاتجاه القادم من الجيزة وصولا إلى الزراعي مع إنشاء مسار جديد في ذلك الاتجاه القادم من الجيزة تجاه الزراعي بطول 250 متر فقط، والعودة مرة أخرى للمسار الطبيعي للحركة المرورية. تبدأ الأعمال اليوم الجمعة 10 فبراير 2017 وسوف تستمر لحد 30/6/2017، وهتكون إن شاء الله على مدار اليوم بالكامل مع تعيين طبعا الخدمات المرورية اللازمة خلال مدة الأعمال بناء على توجيهات السيد اللواء عادل زكي مساعد الوزير للمرور، وهتقوم الشركة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية فواصل وحركة وعلامات إرشادية وتحذيرية. طيب هنرجع تاني بقى لموضوع الصحة، واحنا كنا زي ما قلت لكم كده بقالنا كام يوم بنسمع، يعني زي امبارح مثلا شفنا الست اللي كانوا بينقلوها
في الشارع على السرير المتحرك. النهارده بقى السرير مش موجود اصلا، سرير اختفى، سرير ولاده من مستشفى اشمون بالمنوفيه، ووزاره الصحه المفروض ان هي بتفتح تحقيق. دكتوره هناء سرور وكيل وزاره الصحه كشفت اختفاء سرير ولاده من قسم الولاده بمستشفى اشمون العام، مشدده انه جاري حاليا التحقيق في هذه الواقعه لمحاسبه المقصرين، مش عارفين مين يعني المقصرين دول. واكدت وكيل وزاره الصحه على انه هيتم احاله الواقعه الى النيابه لمعاقبه كل من تورط في اهدار حق المريض. يعني هم دخلوا لقوا السرير مش موجود، مش المريضه نفسها مش موجود، وسرير ولاده، انا مش عارفه اللي خده ده يعني هياخده يعمل بيه ايه. فعموما احنا هنشوف بس لحد ما يحققوا سرير الولاده اللي طلع من المستشفى ده، سرير يعني مش علبه، طلع من المستشفى راح فين، وطلع ازاي اصلا من باب المستشفى وامتى، واللي شايف ناس شايله سرير وخارجه بره ولا هم فكوه ولا ايه، مش مفهوم ابدا، يعني حاجه يعني غريبه جدا. كان برضو بقى تعالوا نروح لحادثة الحقيقة مسجل خطر. كانت الحادثة يمكن اتكتبت على المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، كان في مسجل خطر مزق وجه محصل كهرباء بموس في مقر الشركة بسبب فاتورة ب 75 جنيه. فرع كهرباء غرب الغربية امبارح الخميس شهد قيام عاطل مسجل خطر مقيم بالسلخانة، منطقة السلخانة، واثنين من زملائه بتعدي بالضربة على محمد صبري محصل بالفرع وتمزيق وجهه بموس، وإصابة محمد حسن مرعي ده مراجع بجرح في رأسه بسبب فاتورة كهرباء بقيمة 75 جنيه. تم ضبط المتهمين الثلاثة والاتصال بشرطة النجدة واللي انتقلت وتحفظت عليهم. المحصل والمراجع اتفاجئوا بالمتهم صاحب الفاتورة بالدخول لمقر الفرع وادعى ان هو عايز يسدد الفاتورة بقيمة 75 جنيه. دخل المحصل حاول اقناعه بانه يعني انت ما سددتش الفاتورة والكلام ده لوجود لسه الفاتورة معايا. مهم يعني حصلت مشادة، اتخانقوا مع بعض بين المتهم والمحصل، وبعد كده قام المتهم باستدعاء اتنين من زملائه وانهالوا على المحصل ضرب، وراح المتهم صاحب الفاتورة اخرج شفرة اللي هي الموس يعني من فمه، ومزق وجه المحصل. قام ايضا زملائه بضرب المراجع، وتمكن العاملين بالفرع من ضبط المتهمين والتحفظ عليهم وتسليمهم للشرطه. تم بعد كده نقل المحصل والمراجع مستشفى طوارئ جامعه طنطا وتحرير محضر الواقعه، وخضع المحصل لعمليه جراحيه لخياطه الجرح. انتقلت ايضا مهندسه اماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربيه للمستشفى الاطمئنان على المحصل والمراجع، وحاليا جاري عرض المتهمين على النيابه التاني طنطا للتحقيق معاهم. من برضو الوقائع المؤسفة. طيب نروح بقى للدنمارك، خبر مهم. الدنمارك رفعت حظر الطيران إلى مصر وهتعيد السياحة إلى شرم الشيخ. دولة الدنمارك امبارح رفعت حظر قيود الطيران التي كانت مفروضة على مصر، خصوصا مدن شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين. قال بيان للسفارة الدنماركية لدى القاهرة على صفحتهم على فيسبوك أنه بالتنسيق مع بلدان شمال أوروبا الأخرى قرر تغيير قرار حظر السفر إلى جنوب سيناء. أوضح البيان أن الدنمارك لم تعد تنصح بعدم السفر إلى شرم الشيخ، بما في ذلك عودة السياحة للمدينة السياحية، بجانب طبعا مدينة دهب وسانت كاترين. أشار البيان أيضا إلى أن التغير في قرارات الحظر، حظر السفر نافذ المفعول اعتبارا من امبارح الخميس 9 فبراير. لفت البيان أيضا إلى أن الدنمارك لا تنصح بعدم السفر إلى جميع الوجهات السياحية الرئيسية في مصر، بما في ذلك القاهرة واسكندرية ومدن ساحل البحر الأحمر والأقصر وأسوان والوجهات السياحية في جنوب سيناء. نروح بقى لروسيا، يعني هي الدنمارك رفعت خلاص الحظر، روسيا لسه بتتلقى تقرير عن مطار القاهرة وأكدت أن هي تأمل عودة السياحة لمصر قريبا. قدم ممثلي الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي تقريرا إلى مجلس الوزراء الروسي بيتضمن نتائج التفتيش على عمل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، وذلك لاتخاذ القرار النهائي بشأن استئناف رحلات جوية بين القاهرة موسكو وعودة السياحة الروسية مرة تانية. ألكسندر نتراكو رئيس الوكالة الاتحادية للنقل الجوي قال حسب ما نشرت وكالة أنباء روسيا أن الخبراء أنهوا رحلتهم إلى مصر وقاموا بالاطلاع على نظام الأمن في مطار القاهرة، والذي تم تحديثه بشكل ملحوظ بناء على طلب الجانب الروسي.
أكد وزير النقل الروسي ماكسيم سولوكوف أيضا في تصريحات مسبقة على أنه بعد تأكيد لجنة التفتيش على المستوى المرجو للأمن في المطارات المصرية، فإن الحكومة الروسية هتتخذ قرار نهائي بشأن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة للركاب مع هذه البلد. من جانبه أعلن أوليج سيرمولتيف نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو حاليا بتأمل في أن يعود السياح الروس إلى المنتجعات المصرية مرة تانية في المستقبل القريب. وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة الأنباء الروسية نوفستي أنه من الضروري جدا تهيئة الظروف والآليات التي تستبعد احتمال تكرار سيناريو حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء في 31 أكتوبر 2015. طبعا وفقا لسيرمونتيف فإن السلطات المختصة في روسيا ومصر كمان بتعمل بنشاط جدي جدا على تنفيذ التدابير لتحسين الأمن في المطارات المصرية، وبتستعد لتوقيع بروتوكول بين الحكومات على توفير تدابير إضافية في مجال أمن الطيران. أضاف سيرمولتوف أيضا أنه بيأمل في النهاية أن يعود السياح الروس إلى المنتجعات المصرية في المستقبل القريب إن شاء الله. طيب ده كان آخر خبر معانا في أخبارنا أو فقرتنا الإخبارية هذا الصباح. تعالوا بقى نروح لأول تقرير معانا. تم مؤخرا توقيع اتفاقية بنص مليون دولار بين كلا من البنك الأفريقي للتنمية، وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعاون الدولي لإهداء مصر وبنك ناصر الاجتماعي منحة تقدر بنص مليون دولار من أجل تطوير تكنولوجي لقاعدة البنك، هتتقسم على عدة مراحل. التفاصيل في التقرير التالي. وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بحضور وزيرة التضامن غادة والي اتفاقية إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي بمنحة تساوي نصف مليون دولار. بنك التنمية الأفريقي بيقدم منحة لبنك ناصر النهاردة من جزئين، النهاردة بنوقع الجزء الأول منها 600,000 دولار، وإن شاء الله الجزء الثاني يكون برضو 600,000 دولار. التمويل ده موجه لتحسين البنية التحتية للبنك، البنية التكنولوجية، لتدريب العاملين في البنك، للتوسع في مزيد من الخدمات التمويلية، لمراجعة الرؤية والرسالة والأهداف بتاعة البنك عشان يتحول لذراع تمويلي يؤدي إلى الشمول المالي للفقراء وللشباب وللمرأة. إحنا في عام المرأة وعايزين إنه يكون عندنا منتجات تمويلية موجهة للنساء عشان يبتدوا مشروعات صغيرة متناهية الصغر. أيضا عندنا برنامج للتكافل الاجتماعي في بنك ناصر، وعندنا صندوق النفقة. كل دي حاجات محتاجة تطوير، والتمويل اللي احنا واخدينه هيساعدنا في كده. حصل تفاوض في ديسمبر 2015 على محفظة واستراتيجية مع بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية، وكان هذه المحفظة كان اتفاق على 3.5 مليار دولار. طبعا الحزمة مقسمة على يعني أولا مساندة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بمليار ونص إجمالي، والحمد لله كان البرلمان يوم الخميس صدق على الدفعة الثانية اللي هي ما يوازي بالضبط 500 مليون دولار. والنهاردة قمنا بتوقيع جزء من محفظة اللي تخص الشبكات الضمان الاجتماعي. احنا حريصين ان يكون في تعاون كبير بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الضمان الاجتماعي، وكانت من اهم البرامج اللي قدمتها الوزيره غدا والي ان احنا ازاي يبقى في اعاده هيكله لبنك ناصر عشان يقدم احسن خدمات للمواطن المصري. انا سعيده بهذه المنحه، هي المنحه بالظبط 555,000 دولار، يعني نص مليون دولار. يعني ان شاء الله هيدي دفعه كبيره لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري من خلال هذا البنك. هذا البنك متواجد بفروع كثيرة في محافظات كثيرة، فليه دور مهم جدا من ناحية توصيل الخدمات المالية للأسرة المصرية. مجهودات لإعادة هيكلة وإصلاح آليات العمل في بنك ناصر الاجتماعي من أجل خدمة أفضل للفقراء والمتعاملين مع البنك. سارة شلبي، صباح دريم. شكرا.
شكرا للزميلة سارة شربي على هذا التقرير. تعالوا بقى نروح لتقريرنا الثاني والأخير في هذه الفقرة النهاردة، ذكرى رحيل الفريق البطل سعد الدين الشاذلي. في ذكرى رحيل فريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأحد أهم قادة مصر العسكريين، شارك في عدة حروب الحقيقة وقاد عدد من المعارك الهامة. ساهم الفريق الشاذلي بخططه بالنصر، ومن أهمها طبعا نصر أكتوبر 73، حيث كان من وضع خطة خط بارليف. كان يؤمن أن القائد يجب أن يتواصل دائما مع جنوده من أجل تحقيق النصر، ليرحل زي النهاردة 10 فبراير عام 2011 في جنازة عسكرية مهيبة. الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وأحد أهم قادتها الذين ساهموا بكل تفاني وجهد في سبيل الوطن. سعد الدين الشاذلي قائدا امتلك روحا وحبا للحياة العسكرية المصرية على مدار طريقه الطويل، إلى أن وافته المنية في 10 فبراير عام 2011 عن عمر ينهز 88 عاما، لتشيع جنازته في جنازة عسكرية مهيبة. ولد في محافظة الغربية والتحق بالكلية الحربية في فبراير عام 1939، وتخرج برتبة ملازم في يوليو عام 1940، وتم انتدابه للخدمة في الحرس الملكي عام 1943. شارك في حروب مصر المتعاقبة وفي التزاماتها العسكرية الرئيسية، ومنها اكتسب الخبرة وحقق ذاته في تولي مناصب قيادية رفيعة، فقد شارك في حرب فلسطين عام 48 ضمن سرية حرس ملكي أرسلها القصر إلى فلسطين، وشارك في معارك العدوان الثلاثي عام 56 كمقاتل وقائد لإحدى وحدات المظلات، كما كان أول قائد مصري يكلف بقيادة وحدته للعمل في قوات حفظ السلام في الكونغو عام 1960، وقاد إحدى الوحدات الرئيسية التي شاركت في دعم مصر للثورة اليمن. تولى مسؤولية صعبة في مرحلة من أدق المراحل التي مرت في التاريخ المصري المعاصر، وكانت تتطلب جهدا من أجل تحرير الأراضي ومن أجل تحرير الوطن. وعلى مدار 29 شهرا تولى فيها الفريق سعد الدين الشاذلي مسؤوليته كرئيس لأركان حرب القوات المسلحة، فقد أفسح المجالات في التعاون والتنسيق من أجل الإعداد لمعركة التحرير الكبرى. وفي حرب يونيو عام 1967 قاد إحدى المجموعات الخاصة والتي أطلق عليها في هذا التوقيت مجموعة الشاذلي، ومع تصاعد حرب الاستنزاف عين الفريق قائدا لمنطقة البحر الأحمر العسكري من أجل التصدي للأعمال العدوانية في هذا القطاع الساحلي الممتد. وفي أعقاب ثورة التصحيح وفي مايو عام 1971 اختار الرئيس الراحل محمد أنور السادات الفريق سعد الدين الشاذلي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. إذا كان هناك فائدة وحيدة من نكسة 67 فهي أننا تعلمنا فيها دروس إزاي نعمل تعبئة وإزاي نعمل كذا علشان نتلافى هذه الأخطاء لحرب 73. يعد الفريق سعد الدين الشاذلي من أبرز جنرالات مصر في حرب أكتوبر، فهو صاحب خطة اقتحام بارليف. كانوا لما بيشوفوا الموجات بتاعتنا بتهجم كانوا بيسيبوا الدبابات دايرة ويطلعوا بها. فالعسكري المصري إذا أعطي الفرصة وخصصت له المهمة التي في حدود إمكانياته يعتبر من أكفأ وأشجع المقاتلين. تميز طوال خدمته العسكرية بأخلاق الفارس النبيل، فقد حافظ على لياقته بنفس القدر الذي حافظ فيه على الإلمام بالعلوم العسكرية والاستراتيجية. كان الفريق الشاذلي يؤمن إيمانا راسخا أن التلاحم بين القادة والجنود هو الطريق الأمثل لتحقيق النصر. يأتي دور التاريخ ليعيد للفريق ذاته وكرامته، ليتعرف شعب مصر العظيم على واحد من الأبطال الذي سجلت جهوده على أشعة من نور لتبقى مضيئة مدى الدهر. سارة شلبي، صباح دريم.
موضوع الخناق والزعل والكلام ده ما بيجيبش اي نتيجه معاهم، لازم المسايسه هي اللي تجيب النتيجه اللي معاهم يعني. لا بتعامل معاه بالهدوء طبعا، اول مره تاني مره تالت مره يعني بضرب، بس ضرب خفيف طبعا مش الضرب اللي هو. لا لازم يسمع الكلام، احنا صعايده ولازم الطفل يسمع كلام باباه يعني. لا هو ما فيش طفل مطيع، الطفل بطبيعته متمرد يعني، فاحنا بالتالي لازم بنحاول نعوده ان هو يبقى له شخصيه ونضغطش عليه قوي، وفي نفس الوقت نعوده الصح من الغلط. هي سياسة الإقناع دي أفضل حاجة طبعا بنتعامل فيها، لأن أنا بصفتي أنا أستاذ بطنة، فالحاجات الطبية والصحية دي دارسين الكلام ده في السيكولوجي وفاهمين إزاي نتعامل معاهم يعني. لا وانت عارفة أي طفل برضو بيبقى فيه عندي شوية في السن اللي هو بتاع لحد 10 سنين دوت، فبنحاول اهو نكسبهم شوية على قد ما نقدر، نشد مرة ونرخي مرة على اساس ان انت ما لو شديتي قوي هيعندوا اكتر. مفيش طفل عنيد بالفطره يعني، الطفل حسب ما اتعود. عناديين جدا وعايزين يمشوا اللي في رايهم على طول. زي ما شفنا كده يعني واضح ان في ناس كتير بتعاني من الاطفال العنيدة، وواضح ان هم برضو مش عارفين الاسباب قوي اللي بتخلي الطفل عنيد. طب احنا هنا هنتعامل مع الطفل العنيد ازاي؟ هل انا الموضوع ده فعلا زي ما قلنا كده في الاول راجع للتربية او اسلوب التربية، او راجع لحاجة معينة الطفل ممكن يكون بيلحظها في سلوك الاب او الام، ولا دي بتبقى طبع كده زي ما بيقولوا يعني هو مولود كده ايه عنيد او ما بيسمعش الكلام؟ نعرف بقى التفاصيل مع ضيفتنا المنورانا في الاستوديو دكتوره رحاب العودي، استاذ مساعد علم النفس السلوكي. اهلا بيكي يا دكتوره. اهلا بيكي، صباح الخير. صباح النور. دلوقتي بس يعني حضرتك رايك ايه في تعامل الناس اللي يعني عينه من الساده المشاهدين في الشارع مع الطفل العنيد؟ هل بيتعاملوا كده صح ولا في نوع قال احنا بنضرب ضرب خفيف، وفي نوع بيقول لازم يسمع الكلام، وفي نوع بيقول لا انا بتعامل بشكل علمي. اراء مختلفه، بس في الاول وفي الاخر العند هو السلوك معين لدى الطفل. حضرتك بتقولي هو طباع، هو جزء منه موروث من احد الوالدين، والجزء الاكبر مكتسب من البيئة والتعامل البيئي مع الطفل. طبعا. الطفل خلال من الولادة لسن سنتين ما بيبقاش عنيد، فمش موضوع بيكون عنيد، ما بيكونش له رأي في حاجاته يعني، هو متلقي سنتين. متلقي. فدي المشكلة ان الاهل بتقول لك الطفل بقى عنيد، هو مش بقى عنيد، هو بدأ يكون شخصيته بعد سن سنتين او ثلاث سنوات. بدأ عايز يقول انا عايز البس ده او ما البس ده، عايز اكل، بيرفض الاكل. ولكن قبل سن سنتين وثلاث سنين هو خلاص الاكل اللي بيتوجد بياكله، اللبس اللي بيلبسه يعني، ما عندوش حرية الاختيار. وبالتالي بعض الاهل بيكون رد فعلها على رغبة الصغير اللي هو ثلاث سنوات واربع سنوات، ان هو عايز حاجة معينة، ده نوع من انواع عدم الرضوخ لطلباتهم او العند او العصبية. يعني ايه اللي بيخليه يعمل كده بقى من بعد السنتين او بعد الثلاث سنين؟ هو بيكون شخصية اعتمادية، بيعتمد على الحواس قبل سن سنتين. دي مراحل ستيجز في حياة الإنسان، قبل سن سنتين وبيعتمد على الحواس، الأكل، اللمس، مامته اللي بتأكله. بعد ثلاث سنوات بيبدأ موضوع اللي هو الاعتماد على الذات شوية. تمام. فبالتالي هو عايز يختار، عايز يختار يمسك الكوباية دي أو ما يمسكهاش. بس دي ليها علاقة بالعند، دي بقى أعتقد إن هي ليها علاقة إن هو عايز يقول أنا ليا رأي. هي ملهاش علاقة، هي ده مش عند، بس الأهل بتفسره إن هو عند، هو بدأ يعتمد على طب نفسه. طب احنا هنا بس نقوله عشان الناس بس تاخد بالها، ده كده لما بيبتدي يقول انا عايز اكل كذا، عايز اشرب كذا، عايز البس كذا، بداية تكوين شخصية. دي بداية تكوين شخصية يعني. انا مش المفروض في المرحلة السنية دي حتى لو انا شايفاه صغير قوي على ان هو يختار لبسه او كذا، المفروض اتناقش معاه او اسيبه بقى يختار؟ لا يعني مش اسيبه، لان هتبقى عندنا مشكلة ان لو احنا سيبنا الطفل ثلاث سنين كل حاجة عايزها حاضر. لا مش كل حاجة يعني، قصدي مثلا اقوله تاكل كذا ولا كذا، اختيارين، يختار ما يقعدش اخيره في لا حاجة. لا هم اختيارين مثلا. او هو لو في حاجه معينه بيحبها واحنا شايفينها ان هي هيلسي فود، لان الطفل مش عارف مصلحته، الطفل عايز لا اخيره في وسط الحاجات اللي انا عارفاها هيلسي فود. لكن الحاجه اللي هي هتاذيه مثلا صحيا، او اللي هو فيها سكريات كتير، نشويات كتير، وبالتالي هتديله طاقه زايده، ابتدي بقى اتكلم من المصدر، امنعها من الاول. بس انا قصدي مثلا انا احط له مثلا تاكل فاكهه ولا تاكل خضار، تاكل كذا ولا تاكل كذا. هي الاهل بقى بتبدا تقول ايه، هي ما
ما بيبقاش موضوع العند بس على الاكل، وبيبقى كمان على موضوع ان انا عايز البس، موضوع ان انا عايز اخرج، مش عايز اروح معاكم عند تيتا، لا عايز ابات عند تيتا، مش عايز اجي معاكم. طب الحاجات دي بقى بيبتدوا بقى يعملوا ايه؟ يعني مثلا هو حصل مثلا موقف ان هو مش عايز ينزل، مش عايز يخرج معاهم، مش يعني بيعملوا ايه بقى معاه في السن ده؟ في السن بقى من بعد 3 سنين بنبدا نقول ان هو هنا بيبدا يثبت ذاته، بيعتمد على نفسه، بيبقى شويه ايجو يعني ذاتي حول نفسه، يقول لك لعبتي، حاجتي، هاكل، هشرب، مش عايز حد يقول له يعمل، مش عايز يعمل حاجه. فبالتالي احنا بنبدا نتعامل مع اول حاجه بالصبر. لازم افهم الطفل دي احنا كبار، احنا بنعمل لمصلحتك، يعني لازم اشرح له حتى لو على 3 سنوات. طب ازاي لطفل عنده 4 سنين؟ لا هيفهمها ليه؟ ازاي مش هيفهمها؟ اقول له ايه يعني؟ ما انا لا ما هو هيفهمها، بس مش قصه يفهم، هو قصه يفهم ويقتنع. يقتنع ازاي؟ في حالات معينه في السن الصغير ده مش لازم يقتنع، لازم ينفذ. وكل ما كان الامر بعطيه للطفل الصغير وهو انا هادئ متزن، مش بصرخ، مش بزعق، الطفل بيسمع. يعني انا اقول له الحاجه اللي انا عايزاها من غير ما اكون انا بصرخ. اصل بصرخ دي خلاص اولا بيخاف الطفل، فاما بيبقى عندي شخص جبان او طفل متردد او خايف، اما شخص عنيد. انت هتصرخه؟ طب ما عادي صرخه بقى، انا هعمل اللي انا عايزه. فبالتالي المفترض في سن قبل 6 سنوات الاولى من عمر اي انسان، هي العمر اللي العلم اثبت ان هو بتكون فيه شخصيته. فانا محتاج اركز في 6 سنوات الاولى، عشان كده في قانون العمل بيعطي للمراه 6 سنوات اجازه حضرة. عشان تقدر تربي ابنها كويس، عشان تقدر تراعيه كويس. ولكن للاسف بعض الامهات ما بتعملش كده، وبالتالي نتج عنها الشخصيات من الأطفال اللي احنا بنشوفها، وبيكمل مراهق عنيد، وبيكمل شاب عنيد وعصبي. ما هياش بس واقفة على ان ابني عنيد وبيسمعش الكلام في سن 3 سنوات، لا، ده احنا هنكمل المراحل العمر الإنسان بتاعنا بمشاكل كتيرة. وبالتالي دور أي أم وأب فاهمين ان هو حياتهم رسالة، انه يقفوا ويعاملوا ولادهم كويس. لازم محتاج الصبر، محتاج الهدوء، مش محتاج اكون عصبي، مش محتاج اكون عنيد مع الطفل، مش محتاج مهتمش بتفاصيل حياته. جميل جدا الكلام ده، ان انا دايما فهمت من كلام حضرتك ان انا دايما اخلق نقاش مع الطفل، حتى لو انا شايف ان النقاش ده يعني مش مهم قوي بالنسبة لي. لان وقبل ما اخلق النقاش بخلق حالة من الحب والاهتمام والرعاية، عشان يحس ان الاختيار بتاع الام ده التربية. حاجه كويسه. انا بحبك، انا عايزه لك الاحسن، انا عايزه لك الافضل. ولكن احيانا بعض الامهات بتلبس مثلا ولادها برؤيتها هي، سيبيه يختار. حتى كانت ماما فضيله مره يعني بتتكلم قبل فضيله، بتقول ان بقول للاولاد سيبوهم يختاروا، سيبوهم يدخلوا المحل ويختاروا. انت خلاص وديته في محل، عارف البادجت بتاعت المحل، يعني معاك ميزانيه معينه، المحل ده بيبيع فسيبه ينقي اللون اللي يعجبه، سيبه يختار. عشان اعرف على الاقل هو بس بيحب ايه، فاعرف اتعامل معاه. برضه نوع من انواع الاعتماد على الذات، مش كل حاجه ماما وبابا. لا، وكمان ما افضلش اقول له كده احلى، كده احسن، كده مش عارف ايه. طب ما اسني بقى عشان العند، برضه اسني او شجع السلوك الجيد اللي الطفل بيعمله. يعني مش اقلل من شأن السلوك السيء، ولكن اقول له كده انا زعلانه، كده انا يعني مفترض انا بحبك وانت بتعمل السلوك الايجابي الافضل. عندنا في مشكله اساسيه في تربيه الاولاد للاسف، السلوك. الام دايما تقارن سلوك ابنها بسلوك الاخرين، وفاكره ان ده تحفيز له. لا، حضر غلط جدا، ده اسمه سلوك الهدم. يعني سلاح المقارنه احنا بنسميه سلاح الهدم، اللي عايز يهد ولاده بسرعه جدا، عايز يزرع فيهم الحقد والغل تجاه الاخرين، عايز يزرع فيهم الشك تجاه نفسه. طيب دي نقطه بقى مهمه بالناس. جدا شايف ابن خالتك بيسمع الكلام ازاي وانت ما بتسمعش؟ لا دي مشكله كبيره جدا. شايف فلان اللي كان معاك في التمرين بيسمع وعامل كذا وانت ما عملش، شايف ده جاب درجه حلوه وانت ما جبتش، انت كده فعلا زي ما دكتوره ريحان بتقول، انت بتخليه اهدمه بسرعه، بتحوله يعني شخص حقود من وهو صغير. لان هقول لحضرتك على حاجه، السلوك ده بيفضل مستمر مع الاهل لغايه ما خلاص الست سنوات بيكبر. احنا في الاول قلنا 6 سنوات فهو يوصل فيوصل مثلا لثانويه عامه، شايف فلان جاب مجموع وانت لا، يوصل للجامعه ده دخل كليه، هو بيمارس حياته كلها عشان يغيظ الاخرين يعني او عشان احسن من الاخرين. بيشتري عربيه مش محتاجها عشان غيره يبقى احسن من ابن خالته، عايزه تعمل فرح كبير وسالفين الفلوس تخيلوا بقى ان حاجه زي يعني كده ممكن عشان تكون بس فعلا احسن من ابن عمتي اللي عيرتني بيه من وانا صغير. الحياه بيبقى الدافع الحقد بتاع، لكن لما تبقى الحياه بتاعت الطفل الدافع للسلوك الجيد، الحب، الاحترام، التشجيع،
ده كله احنا محتاجينه في 6 سنوات الاولى، لان خلاص الشخصيه بتكون من اليوم لغايه 6 سنوات، ومن 6 سنوات ل 12 سنه باكد السلوكيات، بعد كده خلاص ما بقدرش اعدل الا بصعوبه. بعد كده بقى بيبقى في تعامل من نوع تاني. بس انا بس خلاص بتبقى يعني الام تقول لك المراهق ابني مراهق مطلع عيني، ابني بيزعلي، ابني ما بيسمعش كلامي. طب هو كان فين في 6 سنوات الاولى؟ تقول لي اه كان كده برده. طب ما هو كان كده كنت انتوا فين؟ ما هي القصه دي بتكبر معاه بناء، فبيبتدي كل ما بيحس ان هو كبير او يعني ان هو سنه بقى اكبر، فكل ما بيحس بقوه اكتر ان انا اقدر اتكلم واقدر اتناقش. وفي جزئيه كمان الام في مرحله المراهقه بقى، العند في المراهقه ده بيكون احيانا ناتج من كثره الكبت اللي عملوه فيه الاهل وهم صغيرين. بالزبط. فبالتالي اول ما بيكون راح الجامعه بعيد عن اهله، خلاص هو بالنسبه له انا هعمل اللي انا عايزه مش اللي انتوا عايزينه. بالظبط. فنحاول يا جماعه برضو نتعامل شويه بذكاء وهدوء مع الاطفال، لان احنا بعد كده لما الولاد بيكبروا بيدخلوا الجامعه وبيتعاملوا معانا بهذا الجفاء، احنا اللي بنزعل، احنا اللي بنتضايق، بس بيبقى للاسف احنا السبب في الجفاء في ده، الاساسيات اللي احنا وضعناها من الطفوله. يعني اصل هو الطفل كنا او الانسان عموما القواعد الاساسيه بتكمل معاه. لو هو اتعود على مثلا الصوت الهادي، اتعود على مساعده الاخرين، اتعود على حب الاخرين، بيكبر كده تحمل المسؤوليه. خلاص ما اتعودت ان هو اناني، وان انت لو ولد مثلا وحيد على بنتين انت الاهم، انت الاحسن، بيطلع للمجتمع عايز كل الناس تعامله ان انت ان انت البيج بوس بتاع المجتمع. لو بنت برضو اهلها تعاملوا معاها بتبقى مغروره، انت الحلوه، انت المميزه، انت كلنا ماشي، كل بناتنا اميرات. انا دايما بقول كل البنات اميرات، كل الاولاد فرسان، أهالي ولكن بتعمل في حدود. بتعمل الحكايه دي باكستريم يعني بشكل نفس مبالغ الوقت فيه. التقليل من شان الطفل برضه بيكمل معاه، بيخليه شخص تابع، بيخليه شخص مهان، بيخليه سهل عليه الاهانه. الطفل اذا اهين في بيته كتير بيخرج للمجتمع سهل عليه الاهانه بسهوله، سهل عليه انه يكون تابع، سهل عليه ان هو أي حد يتورط في الجريمه بسهوله. فاحنا بنقول ان ابنائنا هم نتاج الزرع اللي احنا بنزرعه. مفيش حد عايز يبقى عنده في الحديقه بتاعته ولا زارع في بيته ورد بلدي ويطلع له شوك. نو واي، مستحيل. هو بيجني اللي بيزرعه، اللي بيحصد اللي احنا زرعناه. ما هو يا دكتوره النقطه بتبقى في قصور معين في التربيه. ليه؟ لان هي مثلا بتبقى شايفه والدتها ربتها بطريقه معينه، فبتربي زي ما والدتها ربتها. لا احنا هنا برضو دخل الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تربيه اولادنا. مفهوم. احنا حاليا ما بنربيش اولادنا زي ما اهلنا ربتنا خالص. لا يا فندم، في ناس تقول لك هانوا بيعملوا يعني انا اشوف مثلا سيدات، يبقى الطفل ده انا لازم عشان اكون ام كويسه ان انا ازعق اضرب اعمل مش عارف. ما انا ام بقى، هي شايفه بقى ان دي ايه الصوره دي كده، مراتب سندريلا مش ام. الام والله لا لا لا. وللاسف للاسف الشديد بيكون يعني متعلمات ومثقفات. بس عايزه اقول لك حاجه، احيانا بعض السلوكيات معينه برضو عشان ما لا نفهم خطا ان احنا بندعو للتدليل، لازم يكون فيها الام والاب حازمين وواضحين بلا يعني صوت عالي، من غير ما اقول كذا الفاظ للطفل، يعني من غير ما مد ايدي عليه. العدوان اللفظي والبدني من اسوأ، اللفظي تحديدا اكتر من البدني. يعني الناس فاهمه ان انا ما بضرب الطفل بربيه، لا، لما بتشتمه بتاذيه اضعاف اضعاف ما ضربته. الاثنين ايذاء، بس لو بنسبه وتناسب يبقى الايذاء اللفظي اكثر. بالظبط. ولكن احنا بنقول ان كمان موضوع العند لدى الاطفال والعصبيه داخل فيه الاكل اللي فيه المواد الحافظه، الفاست فود، سوء التغذيه، لان المخ بيتغذى على ايه؟ الفاست فود بيخلي الاطفال عصبي. يعني عصبي، فبالتالي ما بيسمعش كلام والدته، فبالتالي بتقول عنيد، فبالتالي بتضربه، فبندخل في سلسله من المشاكل بسبب اي اكل فيه مواد حافظه كتيره بيؤثر على المخ، لان المخ ده جزء من جسمنا، خصوصا في السن الصغيره دي. يعني بيشوف حاجه يعني صعبه جدا الاطفال في السن الصغيره دي، وبياكلوا دايما سندوتشات. لا كمان اللي الشوكولاتات والحاجات في حاجات معينه طبعا فيها مواد حافظه كتير وحاجات كده فيها مواد حافظه كتير، فبتؤثر على المخ. فبالتالي بيكون الطفل لحد ما هايبر. سوء التهوية بيؤثر على المخ، سوء التغذية بيؤثر على المخ، لأن المخ بيتغذى على إيه؟ على 3 حاجات: الغذاء
والاكسجين اللي في الهواء ده كمان. والحاجه الثالثه المهمه الغذاء المعرفي اللي هو ناتج عن السلوك، عن افلام معينه بيشوفها الطفل وتكلمه عن المسؤوليه، عن الامانه، عن الاخلاق مكتسب من اهله. دي مسؤوليه التربيه اللي انا عايزه اوصلها من خلال كلام حضرتك. انا نفسي اوصل لمرحله ان الناس اللي مش قادره تربي ما عندهاش صبر، بتقول لك انا ما بزهقش، لا تاخد قرار عدم الانجاب والناس تحترمها جدا. لا مش مهم تنجب لا يعني لغايه ما اقول لحضرتك حاجه، لان والله فعلا هي فعلا مسؤوليه كبيره جدا طبعا، ولازم الام والاب يكونوا مركزين. الانسان لازم يكون امين مع نفسه ان انا مش قد المسؤوليه، فانا مش هجي مش هانجب طفل، اربيه كده اسيبه للايام وللزمن يتربى. فده انا واكون انا مسؤوله امام ربنا طبعاً عن هذه الامانه يعني طول الوقت، لان دي امانه. انت ما بتجيبش قطه تربيها في البيت، ده طفل. والقطه امانه برضو، والقطه يعني امانه بس مش القطه تاكل وتشرب وخلاص، برضو امان. الحديث الشريف بيقول سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. بمعنى بالزبط. ايه اللي احنا بقى بنتكلم بالزبط. فيه ده ضياع للطفل بالزبط. لو هو الاب والام متخيل ان الاكل والشرب واللبس، خاصه احنا دخلنا في مرحله اقتصاديه ان احنا عايزين برضو نغذي الناس بالبراند اللي احنا لابسينه، فبقينا نتسارع نشتغل نغذي الناس بالبراند وبالمدرسه وبالمش عارفه ايه، والنادي ادور انا بقى على التربيه. مفيش محتوى يعني، انا وديته نادي غالي، وديته مدرسه غاليه، وديته وسكنته في تعالي بقى كلمي غالي. تعالي كلمي فارغ. بالزبط. مش حابب والده ووالدته. اما بيكبر يقول لك احنا ربناك احسن تربيه، انت ليه ما بتهتمش بينا بتسألين احنا كبار؟ هم نسيوا ان التربيه مش فلوس بس. بالزبط. هم صح ودوه احسن اماكن، بس نسيوا يعلموه اخلاقيات معينه. لان حتى بيبان من هو صغير يعني، تلاقيه رايح نادي بقد كده ومدرسه بقد كده وتيجي تكلميه ولد ولا بنت صغيره تحسي يا نهار ابيض ازاي بيقول كده؟ ازاي بيقول كده؟ يعني وازاي بيتكلم بالطريقه دي؟ وازاي بيقول الفاظ اطفال عندها 5 سنين 6 سنين بتتكلم بطريقه، والله انا بقول الاهالي دي تتحاكم من كتر ما انا بشوف عدم تربيه في الردود على هو في القانون بيحاكمه بس ما بيفعلش. والله يعني لازم حرام، دي امانه يعني، دي فعلا امانه التربيه. طب في سؤال لدكتوره خاص هل الطفل ممكن يبقى عنيد نتيجه انفعالات في فتره الحمل للام؟ يعني بيقال ايه عصبي. انا ما اعرفش مدى صحه او يعني ما عنديش مستند علمي للكلام ده، بس بيقال ايه لما الام تبقى حامل وتتعصب كتير او تحزن كتير او تعيط كتير بيطلع الطفل عصبي. هو حقيقي؟ لا هو حقيقي وكلام علمي ومثبت علميا بالابحاث، وعملوا جهاز الذبذبات معين كده على الام وهي حامل. لما الطفل بيسمع موسيقى بيبقى الجنين في حال الجنين بيبقى مرحله حاله ريلاكسيشن، اما بيبقى الام عصبي وفي صوت عالي جنبها بيبقى الطفل في حاله يعني انكماش او اللي هو ضاغط نفسه اكتر. لا هو مثبت علميا ان الام اثناء الحمل لا بتتاثر. لا قصدي الحاله النفسيه بتاعت الام بتاثر على طبعا البيبي. طبعا بقول لحضرتك الجنين اثناء الحمل مثبت علميا بتاثر بالحاله النفسيه والغذاء اللي الام بتتناوله والحاله المحيطه. والا لو حضرتك يعني اثبات اكتر علمي، نجيب الامهات اللي بيبقوا حامل مثلا في المجاعات وفي الصومال وفي المخيمات مع الامهات اللي هم حامل في فتره استقرار في امان في حاله استقرار. لما عملوا يعني فروق يعني احصائيه بين الام دي والام دي نتج عن الطفل اللي هو عنده اصلا سوء تغذيه وفي حاله حروب وفي مخيمات وفي مشاكل مع الطفل اللي هو مثلا في دوله زي مصر في امريكا، لا هو الطفل افضل. وبالتالي كده اثبت علميا عن طريق كذا بحث ان فتره الجنين هي فتره مهمه جدا، فيجب علينا ان الام تكون اكثر هدوء. المسؤوليه يا امهات يلا شايفينها بتبدا منين؟ شوفي المسؤوليه بتبدا منين. الطفل العصبي هو هي حتى علميا كده اسمها ايه، الطفل العنيد العصب، يعني وصفه عنيد وعصبي مش 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 عنيد بس، لان هو العنيد بس اللي بيصر انه يمشي كلامه، وبالتالي هو بيصر يمشي كلامه باي وسيله كانت بالوسائل. العصبي يمشي كلامي وانا يعني بزعق اي حاجه. يعني فهو طفل عصبي عنيد، فالعصبيه معها عند، فالعصبيه اسبابها اثناء الحمل، المشاكل اثناء الحمل، الاضطراب برضو احيانا الهرموني، تعرض الام لبعض الامراض زي السكر لا قدر الله وبعض الامراض اللي بتعرض لا منها. خليني اقول ان الامراض دي بتبقى خارجه عن ارادتها، ولكن بس ما هو احيانا برضو لازم تبقى تحت اشراف طبي. أكيد. يعني تحت بس اشراف أنا بتكلم الطبي بيحسن شويه هي الوضع مثلا بتاع بتبقى الجنين. في فتره الحمل بتتعصب بقى من اي حاجه، من سلوكيات، من الشغل، من سيئه، من عامله طول الوقت. بصي ما هنا بقى بنتكلم ازاي، ايه الحاجه اللي تستاهل عصبيه وغضب الانسان، وايه الحاجه اللي ما تستاهلش اصلا انا اتعصب عليها، ايه الحاجه اللي انا اتعصب عليها وبعد شويه اهدى، وفي ايه الحاجه اللي انا لازم اخد موقف منها. وبالتالي مش كل حاجه هعيش في صراع
24 ساعة، لو همشي طول الطريق متعصب من الطريق، متعصب من متعصبين من الطلبة في الجامعة، ومتعصبين في أولادنا، ومتعصبين في قدام التلفزيون، ده مش منطق. وبالتالي عشان كده بنقول إن الحامل تبعد عن الموبايل، تبعد عن الأفلام اللي فيها أكشن. الطفل اللي قبل 6 سنوات بنحاول نبعده طبعا عن أفلام العنف، وعن إن هو يستخدم الإنترنت أكتر من ساعتين. طب لو سمحتوا ما تسيبوش التلفزيون كده مفتوح عشان حضرتك تريحي دماغك، فتسيبي سايبة التلفزيون مفتوح حتى قنوات الكرتون، ما فيها افلام عنف، فيها عنف برضه. والتابلت اللي على طول من سن سنتين، الاقي الام يعني انا بلاقي انا بحط نفسي في مواقف بايخه قوي في الشارع، لما الاقي ام سايقه عربيه وماسكه الموبايل وابنها فاتح الازاز ورا والولد نصه في الشارع، واقول للسواق نعمل لها مثلا الكلاكس بحيث ان خلي بالك، تقوم الام تبص كده يعني ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يعني ام تانية برضه يعني وتسيبوا، طب بتسيبوا ولادكم خلاص يعني بتسوقي وماسكه الموبايل وبتتكلمي وبتكتبي وسايبه الولد خارج الشباك. ما هو هنا بقى الفرق بين الناس اللي عارفه يعني ايه ابن ومسؤوليه واستكمال الانسان بعد وفاته ابنه، يعني ايه الانسان مقامه بيكبر بمقام اولاده، وبين الانسان اللي اتجوز صدفه وخلف صدفه عشان ارضاء للمجتمع وخلفت ارضاء للمجتمع. هنا الانسان هنا بتلاقي يقول لك حضرتك اكيد بنشوفها لما تخرجي تروحي مثلا لا قدر الله الطبيب، تلاقي ابن جايب والده الطبيب وهيتجنن عليه وتلاقي نفس يعني نفس يعني شخص تاني جاي لوحده، جاي لوحده عنده 80 سنه وجاي لوحده بالظبط. لان كان عندك في اولاد، يقول لك عندي 4 عندي 3، بس انت كنت فين في فتره شبابك؟ اكيد عمرك ما هتزعل. على قد ما انا بزعل على الراجل المسن او السيده المسنه، على قد ما انا برضو بحمله مسؤوليه ان انت كنت فين. وفي حاجه بس كمان عشان ما نظلمش الاباء، احيانا التدليل الزائد يعني ممكن اب ادلل اولاده كتير قوي ودلعهم وجاب لهم كل حاجه بزياده، وحش برضه. وفي اب اهملهم الاثنين، نتج عنها ان المسن بقى لوحده، الولد ما بقاش عنده مسؤوليه. ما انت طول عمرك متحمل مسؤوليتك كوالد، وانا بقى بعيش حياتي فاروح بقى لوحدك. هو الاب العنيف برضه بالزبط. ابنه بيسيبه لوحده. الاب يعني العنيف والام العنيفه، الاب والام يعني ما في امهات يعني عنيفه برضه يعني ومهمله. والام المهمله دي مشكله كبيره، الام اللي مش مهتميه بتفاصيل اولادها. واسمحي لي اقول لحضرتك حاجه للساده المشاهدين، التحرش بالنسبه للاطفال children abuse لا قدر الله ربنا يحمي كل اطفالنا، زاد ليه بقى وبيزيد التحرش؟ مش قصدي هنا التحرش اللي هو مره وخلاص، انا قصدي التحرش الدائم او الاستغلال الدائم بمعنى اصح. لما المتحرش بيكون قريب من دايره البيت والاسره والعيله، وبيعرف ان الام مهمله والاب مش مهتم، بيبدا يدخل للاولاد في فتره 10 سنوات و14 فتره المراهقه، يبدا يهتم بيهم بشكل او باخر، اللي هو بيبقى الجار لا قدر الله، الخال او العم او الابن. يعني هنا بنقول ايه؟ يعني خلي بالكم من ولادكم، لان في مشاكل كتيره جدا. ما اعتقدش ان انتوا يكون عندكم حاجه اهم من ولادكم عشان تاخدوا بالكم. احنا كمان بتقابلنا مشكله ان هو مش عارف ابنه، مش عارف يقول ابنه بيبقى عنده 20 سنه ويجي يشتكي يقول يا دكتور حصل كذا، يا 5 سنين حصل لي الوضع. هو مش حاسس، هو جاي يتعالج او جاي يصلح نفسيته اللي انهزمت او نفسيته اللي اتحطم. البنت نفس الوضع. طيب في نقطه بقى كمان قبل ما انتقل بس للعند المرضي، عشان في كذا نقطه عايزه اكلم حضرتك فيها. دلوقتي لما بيحصل مثلا في فتره المراهقه قصه معينه، مش ضروري تكون تحرش ايا كانت هذه القصه، ممكن تكون تحرش او ممكن تكون غيرها للطفل، يبقى عمره مثلا 10 سنين او او 12 13 يعني في السن ده، فيجي ايه يكلم مع مامته ولا باباه حتى لو بنت او ولد، مش وقته. وبعدين ايه حصل كذا، فتبتدي ايه ان هي يا اما تزعق، يا اما بيعمل حاجه، يا اما يزعق جدا، فيبتدي الطفل بعد كده ما يقولش حاجه. والزعيق ده رد فعل سيء جدا بالظبط. يعني انت ازاي يتعمل كذا كذا كذا؟ ما هو جاي بيشتكي لك على فكره علشان انت تاخد موقف، فانت بتزعق له، فمش هحكي لك حاجه. انا لازم يكون عندي صبر وهدوء ان انا اسمع مشاكل اولادي، ان انا في كلمة أو جملة كده يعني بنقولها، يعني اعمل لو عملت حاجة غلط وجيت لي أنا كأم أو كأب أنا هدعمك. الزعيق اللي بيزعقوه الأهل والعصبية مش هيقوله تاني، هيلجأوا لمين بقى؟ صاحب الأصدقاء بقى لكذا، هيلجأ لحد غلط، هيعمل غلط، هيتورط في غلط في غلط في غلط أكتر. هنا هتبقى دي مشكلة، مش مشكلة سهلة كمان. الشيء الآخر اللي قبل ما الطفل يجي يشتكي، في حاجة اسمها الأمن النفسي بنحققه للأطفال عن طريق أنا بشوف تعب
تعبيرات وشه هو جاي من المدرسه قبل ما ابني يقول لي انا اتخانقت مع زميلي او لازم مدرس. لازم تكوني عارفه. ابص كده رمى الشنطه، ما دخلش على المطبخ زي عادته، ما في اولاد ربنا يديهم الصحه يدخلوا من الباب على المطبخ، لا يقول انا داخل انام، لا داخل ينام، يبقى داخل يخبي حاجه جواه، داخل زعلان. ايه يا حبيبي جبت الدرجات، او ايه يا حبيبتي يعني الوش انت متضايق ليه. هنا بقى الامن النفسي بتحقق بايه؟ بان انا بقعد فتره طويله مع اولادي، بفهم تفاصيل وشهم، بفهم اللي هو اسمه السلوك الكفرت بيهيفير، اللي هو السلوك الداخلي اللي هو مش ما اتكلمش لسه، بس انا حاسه بعينيه، حاسه بطريقته، تركزي حاسة بقى مع الولاد، خبط الباب وهو داخل بصوت عالي، عمل حاجه، فيبقى هنا الولد عنده مشكله. ايه المشكله؟ ابدا اتكلم بهدوء عشان اعرف احل بهدوء، لان لو احنا مش الداعم الاساسي لاولادنا، لو احنا مش حائط الصد ليهم، مين اللي هيدعمهم ومين اللي هيصد عنهم؟ لا، وما تبقوش تزعلوا بقى لما تشوفوا السلوكيات مش كويسه من الولاد لما يكبروا وكل يعني احنا بس المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا بنشوف دايما الولاد صغيرين. عمري يعني كان في نقاش برضو يمكن مع احد الامهات الاسبوع اللي فات، تقول لي ايه لما عنده 12 سنه، قلت لها طب انت ما عملتيش حساب لما يبقى عنده 25 سنه؟ تقولي بقى لما يبقى عنده 25 سنه بقول ايوه حبيبتي، ما هو هيبقى عنده 25 سنه هيحاسبك. انت ليه طول الوقت شايفاه بيبي، شايفاه ان هو طفل مش هيكبر؟ ده شخصيه الطفل او طيب. الانسان اتكونت خلاص. دكتوره سؤال اخير بقى، فرضا ان العند ده بقى مرضي وانا خلاص العند استفحل في شخصيه الطفل، عايزه اعرف بقى اتعامل معاه ازاي؟ العند ما بيبقاش مرضي غير في حاله احيانا اللي هو فرط الحركه، يعني النشاط الزائد، وده لازم دكتور بقى. ده لازم فعلا دكتور. ابدا الاحظ العند المرضي اللي هو بيعند من اجل لا عند، اي سلوك بيحتاج تعديل عشان ما نلخبطش الاهالي، لازم يتكرر 8 مرات. 8 مرات؟ 8 مرات وليكن مثلا في الاسبوع 8 مرات هو بيعند على نفس الحاجه. يا ابني قلت لك ما تشيلش الكوبايه دي من هنا، روح لو عند 8 مرات على نفس الحاجه في اسبوع وديه بقى للدكتور. بس بنعملها بقى بمقياس ثاني، مثلا في التبول اللا ارادي اللي هو من مرتين لثمانيه في الاسبوع، السرقه لا قدر الله، ربنا يحمي اولادنا جميعا يا رب، من 2 ل 8. ولكن العند بما انه سلوك قد يكون رد فعل لسلوك الام والاب، قد يكون سلوك لفت الانتباه، يعني لما بيبقى في بيبي جديد الابن عايز يلفت الانتباه بيعند وخلاص. لما يبقى الام والاب مهملين الطفل، هو بيحاول بقدر الامكان يقول لهم ايه، على فكره انا موجود، مش انتوا بتقولوا لي البسي التيشيرت الاحمر، انا مش هلبسه، انا هروح البس الاسود خلاص. هي رخامه، هو عايز يقول لهم انا موجود بطريقته الطفوليه البسيطه، ما تشيلش حاجه من مكانها، وليكن مثلا فازه ولا هشيلها، مش هو ده بيزعلك هروح اشيله، يعني ما عندوش وسيله ثانيه لتحقيق الذات ولا انتقام يعني. فبالتالي احنا هنا لما الطفل بيبقى عنيد بنبدا 8 مرات هنا، يبقى فعلا بدا يبقى سلوك مرضي. ببدا اراجع نفسي كأم او كأب، انا مهمل الابن، انا ما بشوفهوش. طبعا الظروف الاقتصاديه احيانا بتحتم على البعض ان يبعد، بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، التواجد لازم يكون كيفي ومش كمي، يعني لازم الام والاب يكونوا متواجدين مع اولادهم ولو نص ساعه، افهم اناقشه، مش بطول الوقت اهدافك، بس انت بقى قاعده معاه طول الوقت وهو قاعد على ساعه وبعيد عنه، يقول لك يا اما بطبخ يا اما بنظف. الامومه مش طبيخ وتنظيف وتنظيف وتمشي يعني، يقول لك انا بجري ورا التراب وانا ماشيه في البيت. برافو عليكي والله، برافو عليكي. التراب مش هيقول لك يا ماما، والناس والحيطان اللي هتقعدوا تنظفوا، هم برضه خلي بال حضرتك هم بينظفوا عشان الناس يقولوا عنهم انتوا نضاف، وبيربوا عيالهم وبيودوهم احسن نوادي، عشان يقول لك بصوا ودوا عيالهم احسن نوادي. ولادهم بتوصل لهم النقطه دي فين؟ وهم في الجامعه. انتوا عملتوا كده عشان انتوا هممكم الناس مش احنا. طب تعالوا تعالوا بقى اوريكم. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتوره، واستفدنا جدا من وجود حضرتك معانا النهارده. دكتوره رحاب العودي، استاذ مساعد علم النفس السلوكي، شكرا مره اخرى. مشاهدينا بعد الفاصل فقرتنا الرئيسيه الثانيه، من حقك تعرف مرتب زوجتك ولا لا؟ على تبع الحب اللي بينهم، يعني ممكن هي تقتنع بان مثلا في بينهم من بعض محبه، هتقول له ما فيش محبه، مش من حقه انه يعرف عنها حاجه. لا مش من حقه طبعا، لا مش من حقه، من حقه ليه يعني؟ لا طبعا، الراجل راجل والست ست، والراجل ما يخرجش مراته تشتغل. هو مش من حقه ان يعرف المرتب بالظبط، بس هي المفروض ان هي تساعد، يعني لان الظروف دلوقتي حاجه كلها بقت كلها غاليه، بس هي المفروض ان هي تساعد بما ان هي بتشتغل. اي ست بتشتغل جوزها شرعا انه ياخد نص المرتب بتاعها،
بس هو دلوقتي برضه لازم ياخد بالتراضي. يعني انا بواحد من الناس ما شجعش ان انا مراتي تشتغل، ولو اشتغلت يبقى خلاص انا مش محتاج منها حاجه. من حقه ان هو لازم يعرف بتاخد كام وكده، عشان خاطر المعيشه حضرتك عارفه غاليه وكده، ف بالتاكيد لازم يعرف كل حاجه. هو مفيش مشكله انه يعرف هي بتاخد كام، ياخد من مرتبها دي تعتمد، يعني هو فعلا هيديني من مرتبه ولا هو هيعيش على المرتب بتاعي ده. هو تقريبا معظم الستات شايفين ان هو الزوج مش من حقه ان هو يعرف حاجه عن مرتب زوجته لو كانت بتشتغل او لو ليها دخل، يعني ايا كان هذا الدخل، اذا كانت هي حابه ان هي تشارك في الحياه او تشارك في البيت بجزء من الفلوس او بكل الفلوس فده يرجع لها هي، انما مش هو ما ينفعش يسالها انت بتاخدي مرتب كام او تصرفي كذا او تجيبي كذا او ما تجيبيش كذا. حقيقة احنا هنعرف طبعا الكلام ده مدى صحته ايه، هل بيحصل احنا مع حضراتكم الكلام ده ولا لا، ولا وممكن لما يحصل حاجة زي كده الراجل يتعود على ان هي بتصرف فايه خلاص بقى ايه يسيبها تصرف طول عفوا طول الوقت. خلونا نرحب بضيوفنا الكاتبة الصحفية سونيا الحبال، اهلا بيكي. اهلا بيكي، صباح الفل. صباح الفل. برحب ايضا دكتور علاء رجب استشاري العلاقات الاسرية، اهلا بيكي دكتور. اهلا وسهلا بيكي. طيب استاذه سونيا، في الاول كده عايزه اعرف حضرتك رايك ايه في الكلام اللي الناس قالته، الستات بتقول مش من حقه ان هو يعرف مرتبي انا باخد كام او بقبض كام او كذا. بصي، ما فيش ست هتقول كده، يعني انت هتلاقي في قسمين، في واحده تقول لك عادي وفي واحده تقول لك لا ما يعرفش. ما فيش ست هتقول كده غير ما تلاقي جوزها بيبص للفلوس. يعني ايه يبص لفلوسها؟ هي بتصرفها في ايه؟ هي بتوديها فين؟ انا محتاجها للبيت معايا. انا عنده ممكن يكون عنده جزء من الانانيه، لا الفلوس دي انا سبتك تشتغلي فالفلوس دي ملكي انا بتاعتي انا، ما هو ده وقت بيتك ووقت بيتك ده انا المسؤول عنه. في نظره رجاليه في النظره دي. لما تلاقي واحده منفعله قوي وتقول لك لا مش من حقه، يبقى هي تعرضت لموقف ضغط في موضوع الفلوس ده. تمام. ايه الموقف ده بقى؟ بتختلف بقى حسب الحياه معايا. دكتور علاء. طبعا بدايه هو عايز يعرف ليه، يعني يعرف الفلوس ليه زي ما بيقول التقرير عشان ينظر. طبعا ممنوع منعا باتا ان هو ينظر، ليس من حق الرجل ان هو يرتب لها اولويات الصرف بتاعها، ده لازم نبقى متفقين. لا ما قلهاش تشتري كذا وما تشتريش. انت راجل كده. انت راجل جاي تؤسس عيله وتعول، اما عايز واحده تعولك تفرق. يعني انت دلوقتي المفروض انت راجل البيت، انت اللي بتعول اسره. يبقى انت حاطط في دماغك وانت بتتجوز ان انت بتعول اسره. اخر دراسة عملت لقيت 49% من العاملات سبب الطلاق ايه في اخر 10 سنين؟ سببه المرتب بتاع الزوجة. يعني ايه سببه المرتب؟ يعني سببه الاختلاف على مرتب الزوجة، ان انت زي ما بتدينيش ان انا تشارك هي معي. المفروض يا دكتور تديني. لا مش المفروض، مش المفروض طبعا خالص. مش المفروض خالص ده، حتى الاسلام رأي الدين فيها ان كل امرأة ليها ذمة منفصلة، ليها ذمة مالية منفصلة. وانا باكد لك ان الفترة الاخيرة يا ماها، ودايما بقول لاي امراه او اي بنوته في الجامعه او اي محاضره او اي ندوه، نقول ايه؟ خلي بالك اهم حاجه يبقى معاكي وظيفتك ومعاكي مادياتك كويس قوي. المراه عانت الامرين علشان تشتغل، ويقولوا لها انت مقصره في البيت ومقصره في الزوج، وهو 24 ساعه على الكافيه او في الشغل وبيعمل واو الى اخره، فلازم نخلي بالنا. طب انت عانيتي الامرين كمان عشان تشتغلي، وبعد كده يجي واحد يقول لك انت بتودي الفلوس دي فين او هاتي الفلوس. معظم الزوجات اللي احنا قعدنا معاهم يا مها قالوا في الاول خالص بيطلع جنتلمان قوي، ما بيسالش في الفلوس وبتقبضي ايه وبتعملي ده في الاول بقى. بعد ما يجوزوا قبل ما قبل ما التدبيس قبل بيطلب منها مفردات المرتب بتاعها. ايه المشكله؟ ايه المشكله ما يعرف؟ يعني معلش، اصل هي يعني زوج وزوجه في البيت، اشمعنى هي بتطلب منه مفردات مرتبه وتعرف هو بيصرف مين وما بيصرفش فيه؟ هو كل الستات هو مش بتعرف إيه؟ لا اشمعنى هي بتطلب؟ انا ما بقولش كل الستات هي بتطلب، يعني هو بينفذ. اشمعنى هي بتطلب دايما الست تقول انا عايز اعرف مرتبك؟ ليه هو ما يقول لها انا عايز اعرف مرتبك؟ عارفه الست بتعمل ايه؟ بتجيب بتساعد مامتها، بتجيب هديه لصاحبتها، يبدا الخناق كله على والعتاب. انت ازاي صرفتي الفلوس دي؟ انت عملتي ايه؟ ما انا لازم ابقى ذكي جدا. هو انا ليه بطلب شيء
انا بطلب شيء معين عشان خاطر المعلومه دي. انا ابقى عارف انا بطمن ان مراتي معاها فلوس. لا بس انا اكيد هقلق يعني تعقيبا على كلام الدكتوره سونيا بس انا دلوقتي انا اكيد هقلق جدا وهتوتر جدا لو جوزي قال لي مفردات مرتبك انت مالك يعني عشان مش جايه من وظيفه كده. هقول لك على حاجه, هي هو المفروض ما يقولهاش, لكن هي معلش على وجهه نظر تانية يعني هي الحياه شراكه, انا مفروض ادبيا هو شرعا ليها زمه ماليه بس ادبيا انا مفروض اقول يعني انا شايفه ان انا ما اعرفش يعني ابقى عايشه مع راجل انا بشتغل وهو اللي عارف انا مرتبي كام ولا بصرف ايه ولا بعمل ايه. انا لو حسيت الاحساس انا نفسي هبقى متضايقه يعني ماشي إزاي؟ بس لو انا ما وصلت المرحله ان انا ما قلتش المرتب بتاعي يبقى انا كده شايفه منه حاجه يعني شايفه منه بقى طمع, شايفه منه وانه هو هيستغل. لا ما هو ده طمع ادبيا عايش مع ادب اكتر والاحاسيس اكتر والمشاعر اكتر انه ادبيا منه ان هو ما يتدخلش في الامور دي اكتر يعني ما يعرفش بقى تفاصيل ان هي بتاخد كذا. هو انا سوري يعني مدرس ومدرسه متجوزين او مهندسه بيبقى الراجل اللي متجوز مراته اكيد عارف يعني بتاخد كام تقريبا يعني. لكن ما اقعدش بقى انت بتاخدي كام والفلوس دي انت عملتي بيها ايه وانت ما تجيبي الشنطه بقى طالما انت صرفتي وروحي ادي قسط للولاد. انا بفاجئ على الواقع العملي. طب وايه المشكله لما تشاركوا؟ ما هو ما بيطلب منها كده يبقى هو محتاج. هو ايه يعني ما هي تشاركوا وتصرف للولاد معلش اقول لك على حاجه هي ما بتشتغل ثانيه هي بتشتغل وتقول لك المرتب ده ماشي انا خاص بيا تمام خاص بيا بتجيب لي نفسها لبسها وبيجيب لي نفسها حاجتها وبتشيل نفسها زي ما بيقولوا مش هي كده بتوفر للراجل مش هو المفروض اللي هو يشيله هي بتشيله عن نفسها يبقى هي شاركته جزء من المشاركه ولا طب انا موافقه بس ايه رايك بقى في الراجل اللي دايما وجهه نظره انا ما عنديش ست تبقى في ايدها فلوس انا ما عنديش ست تمتلك حاجه ده في رجاله بيجردوا الست لما يبقى معاها فلوس ده وجهه نظر مريضه يعني بس بتكون موجوده الست لما يبقى معاها فلوس ده هو بيقول كده يبقى هي ممكن تسيبني يعني. في اي وقت لا بس هو عامه واحده لا انا في حاجه انا اقول استاذه سونيا حاجه مهمه قوي اوكي انت بتقولي تشارك بس بتشارك بايه بارادتها يا مها تشارك بان هي حاسه بده لكن مش رغما عنها مش ان هي حاسه ان هي لو ما اديتوش هيطلقها مش لما حضرتك تلاقي ان دلوقتي بعض الناس تقول لك ايه انا عايز مراتي تكون عامله هو انت سوري ما انا بقول لك نيتك ايه من الاول انت راجل جاي تبقى انت بتاسس عيله عشان تعولها ولا تتعالى عليها دكتور زين كان هو اصلا بيسمح لها بالشغل خلينا نكون بس يسمح لها بيسمح لها ما انت لا معلش ثواني بس اقول لك على حاجه يعني خلينا بس ايه يعني اقولها لك هو بيعتبر ان الوقت بتاعها ده كله وقت لجوزها ولبيتها ولاسرتها تمام لما بتنزل تشتغل يقول لها ايه ما هو ده وقت بيتك بما انك نزلت من وقت بيتك اللي هو ملكي انا بتكلم على ارض الواقع اللي بيحصل مش بقول ده صح او غلط بقول ده اللي فعلا اوريدي طب هو موجود في البيت اصلا اللي هو الزمن اتغير اللي هو زمان اما كان حتى راجل يبقى حاطط فلوسه في شنطه مراته يبقى قاعد في مطعم يحاسب بتلاقيه تخبي الفلوس عشان ما حدش يشوفه وبيديها له ليها فلوس ودلوقتي بنشوف في المطاعم الست هي اللي قاعده تحاسب ماسكه الحساب وهي بتحاسب عادي وبقى انا بقولش ده صح انا بكلمك على ارض الواقع اللي بيحصل احنا الدنيا اتغيرت لدرجه ان من كل يقول لك ده وقتي ولادك انا مش عايز ولادي ينزلوا كل يوم في البرد ويجي لهم برد ويروحوا حضانات ويروحوا يا استاذ سونيا ده انا بقول دايما للمتجوزين حديثا انت مع مراتك طالما انت قادر ان انت تتجوز طالما انت قادر على ده الفقره اللي فاتت كنت بتقولوا ايه قادرين على ان احنا نجيب عيال نعرف نربيهم ولا لا فانت سعادتك يعني سعادتك انت رايح تتجوز ومستني الهانم تساعد حضرتك لا ونبي وتاكلك ونبي وتجيب لك الستاير بالمره لا معلش يا دكتور لا معلش وتجيب لك العربيه دكتور معلش هو ما هو شكلته ايه هو في البطاقه راجل هو ما فيش راجل بيتقبل على نفسه ما هو برضه الرجوله كده ما هو يعني هو بيجي يقول لها ما انت بتشتغلي بقى شيلي نفسك ما تقولي كلام مناقض دلوقتي مش مناقض بقول لك هو انا بكلمكش ان ده رايي انا بقول لك الواقع اللي بيحصل بس هو برضه هي اشتغلت وهو ما بيطلب للاحتياج مش طمع هو محتاج للبيت ما هو انا برضو ما يبقاش بيتي ما حضرتك ما انا بيتي ما يبقاش محتاج انتي. اكل وشرب هو مش قادر وانا اروح لا 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 دي حاله مختلفه خالص انا هعلق لحضرتك على الحاله دي خليني بس معلش انت مش من سيادتك بس يا دكتوره اجيب اكل او شرب لا لا اللي انت بتتكلمي ده موضوع تاني المشاركه مع بعض بالعكس انا ما بقولش في المشاركه في فرق بين المشاركه وفي فرق بين ان راجل مستني مرتب مراته وجاي ياخد منها بقى جزء او لا مستني دي بس اصلا بس كمبدا يعني حياه ما ينفعش لان يعني اللي مستني ان مراته دي حاجه انا كده بس ثانيه واحده بس عشان انا عايزه افرق بس عشان الساده المشاهدين يبقوا بس معانا في الصوره
حضرتك بتكلمي دلوقتي على الحاله الطبيعيه، لو انا شايفه طبعا ان زوجي محتاج وان في مشكله لازم اشارك، ده يعني طبعا طبيعي ده جدا. احيانا اهل زوجة بيشاركوا كمان وقال ومامتها وباباها انا بتكلم يعني. دي في الحاله الطبيعيه لو انا شايفه ان هو في قصور، لا في كذا، لا عنده مصاريف بيصرف مثلا بيعول اهله، فانا يعني انا كمان اشارك برضو في البيت علشان مش عارف ايه، ما افضلش طول الوقت اقول له لا ما تصرفش على اهلك عشان مش عارف ايه الكلام ده، ماشي انا بتكلم في النقطه دي كويسه جدا. بس انا بقول لك في نقطه تانية، ان هو بيبقى معاه فلوس ويستناها لما هي يعني تبقى خلاص معهاش خالص وتصرف كل اللي معاها عشان ما يبقاش معاها فلوس. هاتي الفلوس ده في رجاله والله بياخدوا المرتب بيستناها كده ياخد المرتب ويديها مصروفها من مرتبها. لا بقى عندهم ما شفتيش الكلام ده يا دكتورة. ايه دلوقتي بيروحوا ايه حاجزين واحده سكنيه او جايبين عربيه ادفعي يا حبيبتي انت القسط ده وانا عليا البيت، هو يلبس اشيك حاجه واول ما ياخد مرتبه يعمل كده. بترضى بكده ليه؟ ما يا دكتور معلش انا اصل الجزئيه بترضى بكده ما قدامش عشان لما يجي حد في التلفزيون يقول لي ان هي لازم الست تشارك وتساعد جوزها وتدي له فلوس، ما هو دي الثقافه اللي احنا يا استاذه سونيا عايزين نقول ناسس لحاجه علاقه اسريه، نقول حاجه نمبر 1 انت مسؤول عن الاسره. بالعكس ده انا بطالب ان انت تدي مرتب لزوجتك كمان لو انت قادر على ده تديها من اديها مصروفها مصروفها لازم اديها مرتب لانك انت اللي لازم هي بتعمل شعرها لمين؟ مش ليك انت؟ هي بتشتري لبس مين؟ مش لحضرتك؟ معلش هي هتشتغل، هي هتسيب بيتها وتروح تشتغل وتاخد مرتبها حلوه تسيب بيتها دي معلش. انت عارفه بتسيب بيتها ليه؟ عايز اقول لك على حاجه معظم ثواني بس معظم الناس اللي بتشتغل من اهم ان هي بتشتغل وتحقيق ذاتها انه البي مش فاضي طول الوقت اصلا. انت حضرتك بتقول ايه دكتور يعني 90% من الستات اللي بتشتغل وتكافح عشان تجيب فلوس دروس ولادها وعشان تكفي بيتها وعشان ما يبقاش بيتها ناقصه حاجه عشان في مستوى كويس. ان هو بس دي مش فاضلها، دي مش موجوده غير في فئه معينه، في ناس قليله جدا. بص يا دكتور دلوقتي في ستات لما بتاخد والله انا يعني حتى كمان علشان بس الدكتوره سونيا كانت بتقول في يعني نقاط معينه هي بتشيل نفسها وبتكفي نفسها والكلام ده في يعني. ومعظم الستات لما خلاص بتلاقي بتبقى ماشيه كده هي نفسها مثلا تشتري حاجه لنفسها او نفسها في حاجه بتستخسر في نفسها بمرتبها ده وبتشتري لاولادها وبتشتري لبيتها وبتشتري كذا. فانا مش معقوله بعد كل ده في راجل انت هتعرفي بيعمل ايه. في راجل مثلا يبقى مقتدر وكل حاجه ويروح يقول لها خليكي عند ماما يا حبيبتي، ما ده نوع من انواع الصرف الغير مباشر. ما هو هي بتصرف هي وعيلتها وانت مش وانت بيتصرف عليك لما بتقعد مراتك. سوري لا ما هو يصرف عليك دي نقطه تانية، انا بتكلم في نقطه ان انت لو شايفه جوزك. لا انا عايز اقول لك على حاجه، انا احد المره السيدات قالت لي ايه، انا بسلف جوزي فلوس واخدها منه تاني. لا مش كده يعني ما مش كده يعني، يعني ايه بسلفه؟ ما انتوا ده بيت يا جماعه. هي بصي اصل احنا هنتكلم في مرأة ان هي حتى لو شايفه ان جوزها بيستغلها في فلوسها عشان تصرف على اولادها وتاكلهم وتصرف على بيتها، جواها بتبقى راضيه تقول لك ما دام انا بصرف بيتي على بيتي ولادي هو لو مش موجود في حياتي انا هصرف على بس بيتي. بس نشيل كلمه يعني يستغلها دي ونخليها ان هي ايه تشارك. طب انا اعرف منين ان هو بيستغل او ما بيستغلش؟ لا بيبان ان هو ياخد ان هو ان هي خليها تصرف وبعدين ياخد هو فلوسه بقى مرتبه يروح يسهر بيه ويخرج مع اصحابه بقى ويعمل ويسوي ويجيب مش عارفه ايه ويغير عربيته. انا جات لي قصه لسه معروضه عليا واتنين في مستوى اجتماعي كويس قوي، ياخد هو الفلوس وهي يلبسها في اي التزامات، اهم حاجه يجيب هو الشوز ويجيب البدله بتاعته والقميص بتاعه ويبقى شيك. طب ما هي انا بسالك عشان ما اوصلش ما انا بقول لك خوفش البنات بس اللي داخله تتجوز. انا عايزه لا انت فاكره اعرف منين هل الكلام ده بيبان وقت الخطوبه ولا احنا الخطوبه دي طلع ملهاش لازم بيبان ازاي؟ اولا بيقعد يسال بقى في يعني في فترات الخطوبه في رجاله انت بتشتغلي ايه؟ بتاخدي كام مرتب؟ خلي بالك انه البنات وانا قلت لك قبل كده بيمارسوا على نفسهم اقصى انواع الاحتيال العاطفي على نفسهم، بيصدقوا الراجل عايزين يتجوزوا فبيحاولوا ان هم يقولوا لا 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 ده اكيد بيسال بس عشان يعرف يطمن. لا هي تعرف منين؟ هي تعرف منين؟ اول حاجه ان هو بيقعد يسالها كتير على الفلوس بتاعتها، تاني حاجه بيبقى عامل لها نظام سين وجيم على كل فلوس. لا ده غير كده ما بيجي يتجوز ويقول لك شرط العروسه تكون بتشتغل، دي اول حاجه باينه يعني. لا انا لازم مراتي تكون بتشتغل، دي بقى بفكر فيها كتير. تسمع زمان قوي يقول لك لا مش عايزها تشتغل. شفتي انت قلتي ايه؟ اتغير، احنا اللي بنغير، احنا اللي بنغير ده. ولذلك انا ولما يتجوزها هي تشتغل يقول لها لا اقعدي في البيت. طب انا عايز اقول لك على حاجه، انت لما بتاسسي الحاجه دي نفسيا في عقليه الرجل، يعني انا جربت ده عمليا مع ناس في الاستشارات بقول لها طب انت انا خليت ناس سوري يعني
ان هي تبقى في مرتب شهري ليها من زوجها، بدأت ب 500 جنيه بقت ب 1000 بدأت ب 2000 بعد اربع خمس سنين. قابلتني قالت لي دكتور انت والله انا لغايه دلوقتي مبدا جوزي بقى خلاص بيديني مرتب شهري اتعود على كده، واخد بالك؟ احنا لو احنا خلينا نخلي الراجل، خلي بالك ان الست احيانا من دلعها للراجل بتبوظ حاجات كتيره قوي، اللي هي حته ايه يرتكن ان هي معاها فلوس ما هي هتصرف، لو انا ما جبتش هي هتجيب. ما هو ده تعود. عشان كده دايما اما تيجي كانت حد يسالني تقول لي انا هنزل اشتغل، اقول لها بصي خلينا نتفق اتفاق قبل ما تنزلي تشتغلي، هنتفق اتفاق انا هاخد كذا وانت هتاخد كذا، ما دام انا هشارك في البيت، بدل ما ابدا المشاركه ان انا اشارك في البيت. حضرتك لو بتاخد مثلا 2000 جنيه في الشهر مثلا وانا باخد 2000، هنحط ال 4000 وانا وانت وبالورقه والقلم، ده في ايه وده في ايه وده في ايه، بدل ما قابلت انك بتشتغلي عشان تشاركي في البيت. تمام. دي كانت احسن روشته. غير كده اقول لها لا، لو انت شايفه ان هو بيشغلك عشان يستغلك عشان انت فوق اعباء، مش هو يشغلها، هو ملوش دعوه، هو ملوش دعوه. لا ما ملوش دعوه، دي مش موجوده خالص. كل واحد بيقول لك انا مشغل، يتقال ايه انا مشغل مراتي، والله عيب قوي لما مش مشغل انا مشغل والله مراتي. لما الراجل يقول انا يعني انا موافق. لا والله انا بحب اتكلم كلمات او المواقف اللي هي على ارض الواقع يعني. تقول لك انا بتحمل ان اولادي الصبح يجي لهم برد، انا بتحمل، وتلاقيها حرام ساعات يعني في فئات برضو. يعني ايه يا استاذه يجي لهم يا استاذه؟ ما فيش حد بيروح ثواني بس عشان هو بيقول لك هم لما تبقى قاعده في البيت وتنزلهم المدرسه ما بيجي لهمش برد، ما هي قاعده لا في البيت. هم بقى لا معلش احنا بنتكلم فتره ما يعني ما بعد الولاده لغايه مثلا ما يدخلوا مثلا 4 سنين كي جي 1، فيقول لك لا انا في الفتره دي انا ليه ابهدل ولادي عشان انت تشتغلي، عشان انت تصرفي على نفسك، عشان انت تحوشي، عشان تقوم الست بتعمل ايه؟ ما احنا برضو بنلعب لعبه ذكاء مع بعض. تقوم زي ما عارفه اللي هي ايه بتقفل المواضيع عشان تسيبني اشتغل، طب ماشي اصل انا هشارك في البيت، هي اللي بتعمل في نفسها كده، فتقول له عشان هصرف يعني له ماشي. ما انا لسه تدفع فلوس حضانه يعني من مرتبها ده فلوس الحضانه اللي هي لو قعدت في البيت هتوفرها، تدفعها وتعمل كل حاجه بسبيل ان انا نازله اشتغل. بس هل لو في بينهم حب واحترام وتفاهم وان الاثنين بيحبوا بعض بجد والاثنين عايزين الحياه الاسريه الشركه بتاعتهم دي تبقى شركه كويسه جدا، كل واحد هيبص للموقف ازاي؟ خلي بالك بيعلى الخلافات لما يكون اصلا بينهم بعض ما فيهمش اتفاق. ليه؟ تلاقي مثلا ايه وانت كمان ده انا بساعد في البيت، كلمه بساعد في البيت بتقال كتير قوي، وانت كمان ما تنساش ان انا بشتغل زيك. خلي بالك ان احنا دايما بيحصل خلافات على كلمه المرتب ده قنبله موقوته للمراه. خلي بالك يعني اول المراه ما تحس ان هي برضو نخلي بالنا من الحته دي. هو ده غلط ان هي تقول له انا كفايه بشارك في البيت او انا كمان ده معناه انه سوري يعني ان ما كانش في بينهم تفاهم ومشاركه اللي احنا بنقول عليها ان المفروض يبقى في مشاركه. فرضا حصل ظرف ما خلى ان يعني دلوقتي الراجل ده مرتبه قل، حصل له التزام معين هو لازم يلتزم فيه فمش هيقدر يصرف زي ما كان بيصرف قبل كده، اعمل ايه؟ وانا لازم هشارك ولا اعمل يعني هشارك ولا هتخاني ولا هطلق يعني اعمل ايه؟ الدكتور علاء بيقول عليها الكلمه اللي هي بتقول انا بشارك زي زيك. هي ايه اللي خلى الحاجز يكسر وتقول له الكلمه دي؟ تعالي نرجع بقى للدين، الرجال قوامون على النساء بما انفقوا. الكلمه دي الراجل لما بينفق بيبقى هو صاحب الانفاق، قوامته لا تجرح، قوامته لا تجرح ابدا، تلاقيه ليه كده قامه من الرجوله وليهيبه. لكن الست ما بتكسروش او تكسره بالكلمه دي غير ما بتصرف البيت تقول له انا زيك، او تلاقي منه تصرف معين. عشان كده تصرف معين، تصرف اتكالي، تصرف كذا، لقيته بقى خد الفلوس وراح عمل حاجه تانية الله اعلم يعني. وفي مشكله برضو كبيره جدا انت قلتيها لسه دلوقتي، انه لما بينقص مرتبه يا مها احيانا الستات بتاخد فلوس اكتر من الراجل بتاعها. خلي بالك يعني هو بيقبض مرتب هي بتقبض اكتر منه، دخلنا في نفسنا بقى، دخلنا في موضوع اهو احنا الاثنين قلنا في نفس واحد اهو والله دخلنا في نفسنا والله دخلنا في نفسنا. انت بص يعني هقول لك حاجه دلوقتي، هي بتاخد مرتب اكتر منه فبيبتدي يغير منها، بتبقى منصبها ساعات بتعلى سريعا في شغلها اعلى منه فبيبتدي يغير منها، فيبتدي بقى يطلع العقد دي في البيت. انت هتعملي لي فيها مديره بره؟ هو ده اللي احنا بنقوله. تعالي بقى ايه اوريك الكلاكيع في البيت يا ست المديره. لا لا بصي هي اصلا اول ما شغل لما اخذها يا دكتور معلش فكره اللي هو ايه الاكل بدا الاكل يبقى مش حلو،
البيت مش نظيف مع ان هو سيستم حياتها اللي كان ماشي بيه وماشي بيه بس اتلكك. اللي هي التلاكيك التلاكيك تقوم الست تعمل ايه؟ ما عايزه تقفل التلاكيك دي، نزود في الهدايا شويه، نحسسه ان يا بص الشغل ده ميزه كبيره قوي فكل ما بتحسسه ان هو ميزه كبيره قوي فانا بصرف في البيت كتير قوي، اللي تحسسه ان انا لو ما اشتغلتش البيت ده هيقع. تمام. بس انا مش معقوله بقى طول الوقت قاعده مترقبه بتعامل، انا مش بتعامل مع طفل يعني. اللي انا بحكي اللي انا كنت هقوله دلوقتي ان هي ايه برضه، ما تخليش الست طول الوقت واقعه تحت ضغط نفسي اللي احنا بنقوله ده برضه. خلي بالك حتى لو شاركت، حتى لو هي عملت له ده، حتى لو هي عملت اللي بتقول عليه الاستاذ ان هي تقعد الله ده الشغل جميل فهو ينبسط، هل ده لو احنا بنتكلم عليه هل ده بيخلي فيه اتزان انفعالي ونفسي؟ هل ده بيخلي العلاقه بينهم من بعض؟ ما هي طول الوقت بقول لك بتبقى طول الوقت قاعده متوجسه، هو خايفه، هو بيفقد قوامته وهيبته وهي وتفضل العلاقه تحت التهديد. عشان كده انا بقول له قول لها زي ما انت عايز، صرف زي ما انت عايز، بس الحاجز ده، الحاجز لو اتكسر ان انا ما بقتش انت عارف زي ما بيقولوا ايه سيدي وتاج راسي، عارفه الكلمه دي جت بتتقال زمان اللي انا صاحب البيت ده، انا اللي بصرف، انا مراتي ما تحطش ايديها في شنطتها تطلع فلوس وانا واقف، عارفه الكلام بتاع زمان ده. لا مش بتاع زمان ده، لغايه دلوقتي على فكره في ناس كده قليل، لا بس في رجاله بمعنى كلمه رجاله. لا في رجاله يعني مثلا انت ايه لو حسيتي تلاقي يعني في هو ايه لا. ناس كده فين؟ لا لا في ناس كده، لا في ناس كده كتير قوي، لا في ناس كتير جدا كده على فكره. لا 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 بصي اقول لك حاجه، الراجل المصري لسه بخير. لا الحمد لله. لا ما قلتش ما انت عندك، خلي بالك انت عندك، انا اقول لك على حاجه بقى، انت عندك الاقاليم بالذات الاقاليم والصعيد كله لا دي ما تلاقيش راجل صعيدي يسمح لامراه ان هي تصرف عليه. صح انا بكلمك بجد، انا راجل صعيدي واقول لك اهو انا اتحدى، عشان تركز على الصعيد او لا تدخل بيتها على هندخل على الميادين الساحليه واتحدى. لا ليه هو بص يا اتحدى راجل اتربى اتربى بالظبط كده، بالظبط اتربى في اسره سواء في القاهره في اسكندريه في الصعيد برضو اتربى وشاف الاب وشاف الام قد ايه الاب هو حريص ان هو يصرف على بيته وحريص ان هو يعيش. هو لو شايف ابوه كده واتربى على كده هيطلع كويس، لكن لما يجي سوري يدخلوا مع بعض انت هتدفع ايه يا حبيبي هنروح المصيف انت 100 جنيه وانا 100 جنيه ولا خلي بالك الثقافه بتاعت ايه انت تدفع لنفسك وانا ادفع لنفسي، ده بيسافروا بره مع بعض، ده في ازواج والله العظيم دي حاجه بتخليني ادفع لنفسي، انا سافر مع اصحابك بقى طالما هتدفعي لنفسك. لا انا بشوف حاجات غريبه جدا، بس ايه اللي سمح كده؟ ما احنا عايزين نقول ايه اللي سمح حته انه انت عارفه انا بتكلم في ايه، حته مهمه قوي ان زي ما انت قلت انه يبقى هو معاه فلوس وهو كويس، وهو كويس ومعاه فلوس بس ايه يقول لا هي تصرف. طيب نمره اتنين، في ازواج يتعمدوا تجريد زوجاتهم من الفلوس وتبقى عشان يقول لك الفلوس هتبوظها، الفلوس هتخليها هو عامه الرجل ليه نظره دايما يقول لك طول ما هي ملهاش مورد، طول ما هي متحمله الحياه ومتحمله الحياه والله لو كان الاحتياج المادي فقط هو الذي يجعل المراه ان ترتقن اليك انت كده مش راجل، ما هو الاحتياج المادي فقط يعني لو الماديات فقط. بس دي وجهه نظر يعني، انا ما اعترفش بالراجل، في ستات كتيره تقول لك والست اللي تشتري راجل بفلوسها انا برضو ضدها، في ستات كتيره تقول لك ودي موجوده اللي هي تقعد تقول لك ايه انا ده في بيشتروهم كده تقول لك ده شكله كويس، معلش بس لا دي نماذج يعني خارج اطار الاسره اللي احنا بنتكلم عليها، بس موجوده. انا مش عايزه اتكلم دلوقتي في الحاله الطبيعيه اللي قاعده ساكته، انا ما ينفعش نحطهم في اطار اللي هو هي دي الاسره، لا هو دي صفقات. تخيل انا بعرف الراجل والست هما ماشيين من ثواني بس دكتوره سونيا، يعني كلمه صفقات انا يعني والله وانا مش خبيره بس يعني انا اعتقد ان في 50% من الزواجات بتحصل صفقات سواء من الراجل او في الست. ده هي انا عايز ده انا بسمع بنات عيني والله العظيم بتقول انا عايز اتجوز عشان اريح نفسي من المسؤوليه عشان ابطل اصرف، على العكس في شباب برضو بيحصل معاهم كده وفي ستات عايزه تنفصل وكتيره جدا تنفصل، يقول لك انا لو عندي امكانيات او عندي وظيفه ان انا اشيل نفسي واعيش في بيت تاني هسيبه فورا وهو بيبقى شوفي بقى يا ده الكلام اللي الدكتور كان بيقوله احتياج المادي، هو الاحتياج المادي ده ما الطمع الكبرى للاسف الشديد انه لما تيجي تشوف الستات اللي بيدوروا على ان هم يتجوزوا راجل معاه فلوس او طمعانين في فلوسه، والراجل المجتمع هو اللي بيدفعهم اللي ده مش المجتمع والظروف هي اللي بتيجي تقول لك انت لو اتجوزتي واتجوزتي واحد كذا 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 يخليكي ويجيب لك اللي نفسك فيه ويخرجك ويفسحك، هي دي الجواز يعني هو ده الجواز، وفي الاخر بقى تفضل ما هو بيحبها ما بيحبهاش مش مشكله. وكازن بيه فاكراه الفيلم ده؟ ما احنا فاكراه ولا مش فاكراه؟ شفتي النماذج اللي كانت موجوده؟ الست بيضحك عليها بسهوله يا مها،
سيبك حاجه، كل واحده يبقى ليها نموذج معين. مين اللي بيضحك عليها؟ ما انتوا بتضحكوا عليها. لا هي هي مسموح ان هي تضحك عليها، هي اللي هي مسموح. هي هي مش مسموح تضحك عليها ليه؟ لا لا لا, 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 لا هي بتقبل دكتور. هي بتقبل، هي بتقبل، دي حاجه ثانيه بس مش مسموح ان هي تضحك عليها. لا خلينا نغير الكلمه، هي مجبره ان يضحك عليها. يعني الست اللي تتجوز واحده اقل منها في المستوى المادي وبعد كده تبقى حاسه جدا وتدي له فلوس زي ما انت قلتي تحت الترابيزه او تدي له فلوس، مش ده اللي انا بتكلم عليه، انا بتكلم على النقطه الثانيه. انا هو يعني شربته مخدر وجو. لا لا لا. يعني يعني لا يعني ليه النماذج دي كترت؟ يعني انا بقول ليه النماذج دي كترت؟ علشان أيوة عشان في عندنا مشكله في التربيه. في واحد عشان انا عندي دلوقتي مشكله في التربيه، يعني احنا لسه الفقره اللي فاتت كنا بنتكلم على ما على التربيه. لا في حاجات اقتصاديه، في واحد مش قادر، لا غير يستطيع الزواج فبيتجوز واحده قادره، واحد يقول لك تصرف عليا بس انا هتزوج. هو قبل كده على نفسه. لا طبعا نموذج فاشل. بس هو وهي طيب هي هو قابل على هي عايشه ملكه بقى، انا اللي بصرف عليك، هي عماله تحركه زي الشطرنج. هي قبل هذه الحياه ما بقول لك كل الحالات. هقول لك انا على حاله ثانيه، هقول لك على حاله ثانيه. خلاص مقاومه راحت بقى خالص بقى. واحد ممكن يكون متجوز واحده ويقول انا مش هتجوز واحده اعلى مني او واحده زيي، هتجوز واحده اقل عشان اعرف اتحكم فيها. وفجاه تلاقي اللي بتتحكم هي بتبقى اقل بقى، فبتبقى عندها مشاكل، فبتبتدي ان هي يعني تتعامل على اساس ايه؟ انا لازم الحق اخد اي حاجه بسرعه، فبتبقى ماسكه كده يعني. واقصص دي شو حقيقة. طبعا لا هي بتبقى معذوره، هي مفيش خالص. عشان كده بقى احنا قلنا من الشروط الاساسيه للزواج لو تفتكري في حلقاتنا اللي بنعملها دايما مع بعض كنا بنقول ايه؟ التكافؤ الاقتصادي ما بين الزوج والزوجه في الاول خالص. ده من الشروط. يعني تكافؤ، قلنا التكافؤ الصحي او الجسدي، وقلنا التكافؤ لازم المادي. هو لو هو لا لو هو اعلى ماديا يعني اوكي مسموح بيها، بس بتعدي ايه؟ بحاجه بسيطه، بحاجه بسيطه، بحاجه بسيطه. لا انا بقول تكافؤ. بص اصل دي من الشروط الاساسيه يا دكتوره سونيا. ليه؟ احنا عندنا لكن لو هي اعلى بصراحه ما شفناش نموذج حياه هي اعلى يعني ماديا نموذج نجح. دايما في مشاكل، لان هرجع وتاني اقول اعلى ماديا نموذج نجح، لان لا ما فيش حاجه توقفها، عندها طموحاتها وعندها حاجاتها. اتربطت القوامه بالانفاق. انا بنفق عليكي وعلى اولادك وعلى البيت. انا يعني يقول لك ايه؟ طب انا عايزه اقول لك حاجه، ليه يبقى نموذج فاشل دايما؟ اذا كانت هي ممكن لو هي تربيتها كويسه وهو تربيته كويسه ممكن يعني حتى لو هي اعلى منه شويه ماديا تساعده تقف جنبه لحد ما منصبه يكبر. مش علاقه بتعايره وانا السنه اللي كنت بصرف عليك زمان انا خليتك ما تجيبليش شبكه. ليها على نفسيات، ملهاش علاقه بالتربيه، ليها علاقه سويه. بتكلم عن سويه انها عيب في يوم من الايام ان حتى لو هو بقى خلاص وبقى ابو ولادها والكلام ده وحتى يعني فرضا حصل اي حاجه فما تعايروش، تقول له انت زمان كنت كذا. هي حتى لو ما عايش لا لا حتى يعني لو هي مش هتعايره هو. كلمه على ثقافه مهمه في المجتمع. بس عايز اقول لك على حاجه. احيانا يبقى زوج بنت، زوج بنت احد الناس يعني قادر ان هم يوديهم المصيف، تلاقي ايه العيله الاثنين دول معاهم زوج تاني نايم في الخط ما بيشتغلش تاني وفلوسه قليله قوي وما فيش معاهوش فلوس خالص. فتلاقي يقعدوا مع بعض كده في التليفونات. احنا هناخدهم معانا، خلي بالك هناخده معايا، تلاقيهم الاكل اللي موجود يتحط هو هو الاكل يتاكل. موافق انه يقعد في الغرفه دي؟ لا هو ايوه لا استحاله. لا اقول لك على حاجه، هي مهما راحت لا انت بتقولي حتى لو هي متربيه وهي اعلى منه ماديا حتى لو هي راعت، ما هو في حاجات كده بتيجي في يعني في الدين هي اتقالت كده لان الله اعلم بنفوسنا. يعني مهما كان تربيتها ومهما كان هو من جواه هيفضل عايش عمره كله حاسس انها اعلى منه. هي اللي بتصرف. هتيجي بقى تتعرض في مواقف هي واخده على ثقافه حياه معينه. احنا ليه بنقول التكافؤ يبقى هو اعلى؟ هي واخده انها تعيش مثلا في فيلا، مش واخده انها تعيش في شقه عاديه. فدايما هو حاسس ان هي حسب الدنيا، هي حاسه يعني بتركب عربيه نوع معين، هو عربيته هتفضل المقارنات في عينيها وهو قاريها. حتى لو هو اتطور وبقى زي يعني بقى لا اتطور خلاص انتهى الموضوع. لكن انا بتكلم طول انا ما هي بتكلم في النقطه دي، اتطور هيفضل تعبان نفسيا طول الوقت يعني. بس هو برضو خلي بالك الفقر الحقيقي في الانسان مش في ان هو معاه فلوس، في نفسه هو لو اتطور، هو لو اتطور وعنده تصالح مع نفسه مش هيفكرها. مش كل الجيوب الممتلئه بالفلوس يعني يقول لا عنده. هقول لك فعلا انا يعني انا متفقه تماما مع مقوله ان الفقر فقر النفس. فقر النفس طبعا، لان ممكن انا بشوف نماذج ويمكن احنا بنحتك بنماذج كتير في المجتمع ان هو بيبقى الاسر سواء رجل او سيده بيبقى معاه فلوس كتير جدا وما شاء الله راكب بدل العربيه اتنين وبتاع ونفسه فقيره طول الوقت بيتكلم طول الوقت بيتكلم على الفلوس دي بكام. ولا يرضى. شفت انا جبت كذا انا جبت اتنين، انت اشتريت عربيه انا جبت اتنين، انت جبت جاكيت انا جبت اتنين. لا يرضى. لا ما عندوش صالح. وخلي بالك في ستات وناس فقيره كده ورجاله كده وناس كتيره جدا ما هو غير. وزي دايما انا حتى يعني بقول ان الفقر الحقيقي فقر العاطفي في المشاعر والاحاسيس. بس صح زي ما قالت ما الحته دي برضو عايز اكد عليها حته انه
لازم الراجل يبقى عارف كويس قوي داخليا ان هو المسؤول الاول والاخير عن الحياه الماديه بالنسبه لاسرته. هو بص دي مهمة جدا. هو في بس هو في مداخله. طيب انا بس عايزه شويه كومنتس على انا اسفه على فكره موضوع ان النهارده التليفونات في عطل في التليفونات. انا عارفه ان في ناس كتير بعت لنا بتقول انا بتصل بيه وانا اسفه بس في كذا حد بعت لنا ابراهيم شريف بيقول هو في واحده في مصر ما بتساهمش مرتبه في مصروف البيت. انا اعرف ناس بتجيب من بيت والدها وعايزه اسمع تعليقه على الموضوع ده وتحط في بيتها بس دول بنات الاصول. اما في ناس تانية بتعمل العكس اقول لهم خدي ما يكفيكي وولدك. انا يعني في ناس والدها الراجل ابن الاصول اللي بيتعامل معاها كده بيبقى كويس. يعني لو راجل ابن اصول زي ما هو بيقول كده راجل ويدرك جيدا ان مراته تحملت واهل مراته واقفين جنبه دولة. بس انا بقول مش عايزين يبقى مبدا عام انه الستات هي اللي تقوم بده وان دي واجبات عليها. انا برجو نخلي الناس عشان تبقى سامعانا كويس قوي. مش ان انا موافق قوي مع فكره ان هي وماله ما تديله كلمه وماله وما تديله. في البدايه في الحياه الزوجيه المراه والراجل بيبقى بالنسبه لهم عندهم مشاعر وعواطف واحاسيس وان هم هيعملوا هيكسروا الدنيا بمشاعرهم واحاسيسهم دي. بعد فتره بتهدى قوي المشاعر والعواطف وبيبقى بقى التعامل في الماديات مع ظروف الحياه الاقتصاديه. فانا ارجو اي شاب او اي شابه بيقدموا على الحياه الزوجيه يبقى في رولز بينهم وبين بعض. احنا هنعمل كذا، ميزانيتنا في حدود كذا. حتى لو هي قادره تعمل ده انا بلاقي رجاله وبعمل لهم شابوه ان اهل مراته ممكن يجيبوا لهم فيلا. لا هو ما يرضاش ويعمل. ولو تفتكري في الدراما المصريه في التسعينات كان دايما الراجل حتى لو اقل لو هو معيد في الجامعه وكانوا بادئين حياته مع بعض وهي بنت الاستاذ في الجامعه ولا يقول لها لا انا هاخد شقه انا اللي هدفع. المساعدات زي ما انت قلتي من شويه اولاد الاصول اللي هو المساعدات المسموح بيها اللي هي ما تجيش قوي على كرامه الراجل. لان خلي بالك الراجل ليه كرامه زي ما قالت من شويه استاذ سونيا. لو هي حست ان هو مش هو اللي عنده القوامه ومش هو عنده كرامته ان هو يدفع ده هيعمل له نوع من انواع اختلال ثقته بنفسه وهيخلي الحياه بينهم وبين بعض حياه مش طبيعيه. خلي بالك مش طبيعية. طيب في ناس كتير بتقول ان فعلا يعني الـ 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 السيدات كتير بقت تصرف في البيوت. انور اسماعيل شكرا على الكلام اللي انت كاتبه. ودودي مهران حضرتك كنت بتسالي سؤال في الفقره اللي فاتت. طيب هنحاول نوصلك بس بالدكتوره عشان ترد عليكي. هنا بقى في يعني اهالي لما بتلاقي ده بتبتدي تقول ايه لا ما تديش جوزك فلوس حتى لو هو محتاج. مش قصتي انا مش بعت يعني مش مجوزك للراجل علشان تصرفي في البيت. انا مش مجوزك للراجل عشان كذا ده. حتى وانا مش يعني برضو عايز اعرف راي حضراتكم في ده. يعني مثلا يقولها حتى لو انت ليكي مرتب هو برضو يديكي مصروف ملوش دعوه بمرتبك. كانك ما ملوش دعوه اذا كنت بتشتغلي او ما بتشتغليش ليكي مرتب مالكيش مرتب إن هو برضو يديكي مصروف. فانا معرفش ده بيضغط بشكل معين على الزوج ولا لا. هي كده كده بتصرف. ما فيش ام بتبقى معديه يعني من جنب محل ولا تلاقي بيتها محتاج لحاجه ما بتشتريهاش حتى لو هي معهاش فلوس او نفسها في حاجه. بس هو دلوقتي بيقول لها انا بشتغل وكمان اديني فلوس. ما هو انا بشتغل واديني كمان فلوس دي خلينا برضو نكون واقعيين ان الحياه متطلباتها كتير والزوجه نفسها بعد متطلباتها كتير. يعني هي ما فيش جهاز حديث مش محتاجاه في بيتها. ما فيش مش عايزه تغير الديكورات كل شويه. مش عايزه تسافر مصيف معين. مش عايزه مش عارفه تغير عربيتها. المتطلبات كتير. فعلى قد متطلباتك اللي البنات بقى يطلبوها على قد ما هذا الرجل بيطلب. انت بتطلبي ده طب اتفضلي شاركي. انت عايزه ده اتفضلي شاركي. حطي ايه المشكله. حته الحاجز ان هو ما انا مش قادر. ما هو على فكره مش قادر يجيب لها. هو ده العامل دايما يا دكتور. في على الجانب الاخر في ست تقول لك وانا اشتغل ليه واتعب نفسي ليه. انت بقى دلوقتي كمان بتقولي ما تشتغليش. طب هات لي بقى. في بقى ستات ياخدوها. طب انا هقول لك على حاجه انت هتلاحظوها بس ثواني عشان ما تبقاش الفكره دي. في ناس انت هتلاحظيها كتير جدا ان المراه العامله اللي هي زي اللي بتشارك هي يعني بتبقى اقل كتير جدا في طلباتها من اللي قاعده في البيت. من اللي قاعده في البيت كتير. دي نمره واحد. نمرة هي مسؤولياتها اكتر خلي بالك. فهي بتبقى فاهمه يعني ايه مسؤوليه. مسؤوليه نمره اتنين زي ما انت قلتي من شويه بتاخد من فلوسها تجيب في البيت وتظبط البيت وتجيب له في المطبخ بتاعه وتجيب له الادوات وتجيب وتعمل. نمره ثلاثه اللي بتشتغل دي دايما حاسه بعدم
القدره ان اشباع متطلباتها اللي هي بتاعتها هي غير اللي بتبقى اتكاليه شويه غير دي. فعشان نبقى صراحه مع بعض هتلاقي اللي ما بتشتغلش وجوزها مستتها بقى زي ما بنقول او مش مخليها محتاجه للشغل. انا احنا عشان بس نفصل، لو جوزك محتاج الى اي مدى وما يكونش طمعان وما يكونش باصص لفلوسك، خلي بالك مجرد نظرته لفلوسها كل شويه هيخوفها وهيفقدها حاجه مهمه جدا في الحياه الزوجيه، الامان. الامان اللي المفروض فتب هي اللي بتشتغل بتتعامل معاه ازاي؟ يعني هي عارفه ان هو بيشتغل وعنده مرتبه، فتلاقي الست تقول لك ايه هو بيشتغل وبيخبي فلوسه ومش معرفني هو بيقبض كام وبيصرف عليه وبيعمل ايه، بتتعامل بنفس الطريقه هي كمان تعمل هي زي. كمان بتتعامل بنفس الطريقه وهي عدم هو المفروض يقول لها كمان هو بياخد كام طبعا. مش كده زي ما مادام هو بيقول لها انت بتاخدي كام يبقى انت كمان بتاخد كام على طول. يعني انت بتاخدي كام مرتبك وانت كمان بتاخد كام؟ ما هو انت بتبص لمرتبك عشان توزعه هتصرف في ايه، وانا كمان من حقي ما انا مش هشتغل واصرف على البيت واصرف على اولادي وانت تاخد فلوسك مثلا طول النهار مع اصحابك وكافيهات شوب وتخرج وتجيب لنفسك. طب انا عايزه اجيب لنفسي. وخلي بالك الست دايما اكثر حرصا على متطلبات البيت، يعني دايما الست قبل ما تجيب لنفسها فستان بتبص لبنتها، لا اجيب لها، بتبص لابنها، لا اجيب لها. بتحط الاولويات مش لنفسها. الحته دي اقل اللي هو ايه؟ لا انا جالي فلوس زياده، لا انا ممكن اغير العربيه، ممكن اغير الموبايل، انا ممكن مش عارفه اعمل ايه. يعني فدايما نظره الست على بيتها اكتر، فتلاقيها بتعدي المشاكل وتعدي ان هو يقول لها كده عشان انا اشتغل وابسط البيت وابسط ولادي. هتبقى عايزه هي فعلا والله ما بيجيلهاش يعني قصه ان الرغبه ان هي تنزل وفي المواصلات والزحمه واللي احنا فيه. هم ده هم فاكرين الشغل اصلا، هم فاكرين يعني ان احنا لازم نشتغل عشان نوصل للترفيه او ان هو ايه ان الست تشتغل وفي نفس الوقت تربي العيال وفي نفس الوقت تقوم بالترفيه عنك وفي نفس الوقت تقوم بكل والله هي كلها. تقدر تعمل كل ده ان وجد تقدير اللي هي بتقول مين اللي بيقدر بقى ما يقدرش بقى مع السلامه بقى ممكن. بس في حاجه عادله نفسي اقولها للرجاله، يعني انت بتعمل وهي بتعمل يعني مثلا انتوا الاثنين بتشتغلوا في شركه واحده نفس الوظيفه تمام، انت بتعمل وهي بتعمل، انت بتروح بيتك بتاكل وبتشرب وبتنام وتدوق كل حاجتك مقضيه انت واولادك، هي مش بتروح تاكل هي وتشرب، بتشتغل نفس شغلانتك وبترجع بيتها كميه الاعباء والاثقال، مفيش موازنه، مفيش عدل، مفيش مقارنه، مفيش مقارنه اصلا. فلازم نبص للحته دي ان المراه التي تعمل عشان اسرتها بجد، يعني انا احنا بنحترمها كلنا جدا وبتعمل حاجه كبيره جدا، لان اولا العمل في الظروف اللي احنا فيها انها تنزل وتتبهدل في مواصلات حتى لو مع عربيتها وسايقه مش بتتبهدل حتى في مواصلات عامه، بتعاني جدا بكميه الضغط والارهاق ده، بتيجي على اخر تقولها بعد كل يعني تخيلي عشان بعد كل البهدله دي تدخل وانت يعني بتعملي تخيلي واحده قايمه 7 الصبح بترجع بيتها الساعه 3 مثلا، هو بيرجع يقول لك ساعه بس قيلوله انام، تخيلي بعد كل ده بقعد ولادي غديهم عشان اقعد اذاكر لهم وبعدين اذاكر لهم اعمل لهم العشاء وبعدين اجهز البيت وبعدين انظف مش عارفه ايه وبعدين اقدر بقى عشان تاني يوم رايحه الشغل وهنعيد بقى يعني الكره دي من طالعة من مهمه كبيره قوي، فانا بحملك بمهمه اكبر تمام. فدي مرهقه جدا، يعني حتى دايما اقول للستات لو كان هذا شغلك يعني النتيجه صفر صفر ما تشتغليش، ارتاحي. لو صفر صفر لو هو يعني اللي هتصرفيه على نفسك اللي بتصرفيه بره وفي الاخر يتقلك انت بتعملي ايه، هو انت بتشتغلي عشان ايه؟ لا هو على فكره احنا بنشتغل مع بعض، مفيش حد بس انا كنت يعني برضو يعني في مثلا حد قال لي انا والدتي كانت بتشتغل ووالده كان رافض طول الوقت مثلا ان والدته تشتغل وحصل ظرف ان الوالد توفى، قال لي لولا ان امي كانت بتشتغل كنا رحنا يعني في الشارع. فدي برضو نقطة ان هي الست كانت بتعمل طول الوقت علشان ما هو انت لازم تشتغلي، افرضي حصل بقى ما فيش حد طبعا المرأة تشتغل دي احنا كلنا معاها ان هي تشتغل، هي لازم تشتغل وتشتغل بس هي مش لازم بس هي مش لازم ان هي تصرف يعني هي لما تشتغل غصب عنها هتصرف، خلي بالك يعني مش لازم انها تصرف يعني ازاي يعني لو معاها راجل قادر على تلبيه متطلباتها، المراه التي تجد راجل قادرا على تلبيه متطلباتها وتشتغل وتساهم في البيت ده خطا منها. اقول لك على صدمه يعني اقول لك على صدمه مفجعه، لا اقول لك على صدمه مفجعه، الراجل اللي قادر على كل ده ما بيخليش مراته تشتغل،
الراجل ايه اللي قادر على كل كميه الصرف لا. دي لا 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 لا, لا 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 في بعض الرجال بيخليهم يشتغلوا عشان يثبتوا وجودهم رايح دماغهم الزن بتاع عايز اشتغل. طب انا بخلي مراتي تشتغل الراجل اللي قادر الراجل لا انا بقول لك نسبه انا ما بتكلمش في عمل اجتماعي الراجل اللي قادر ما تقول عايز اشتغل يقول لا ناقصك ايه مش دي اول كلمه بتتقال ناقصك ايه زهقانه الناس بتقول له زهقانه يا استاذه سونيا ده معظم الرجال بيخلوا مراتهم تشتغل عشان كل شويه بتقعد ما خلينا واقعيين بقى انا زهقت مش عارف عشان ما تزهقش 24 ساعه هي بين هو بيشتغل وبعد ما بيشتغل بيعمل اجتماع على فكره الاداره وبعد كده بتتكلم بقى في حته ثانيه بس انا بتكلم في الناس اللي مرتبهم على قدهم فبتقول انا بشتغل وجوزي بنشتغل عشان نكفي المتطلبات المصريه معلش الست المصريه اللي هي ما احنا بنتكلم بقى على القيم الجميله اللي هي مفروض اصلا فينا اللي هي ما بتستناش جوزها يقول لها هاتي اللي هي كانت بتقلع ذهبها كله ما تلاقي جوزها فيه مشكله تقول له اتفضل هي دي اللي انا اللي بقى ايوه تدي جوزها بدها تتكلمي على قيم زمان لكن دلوقتي لو قلع ذهبها مش هيرجع لها تاني لا دلوقتي. لا قيم زمان لا ما بقول دلوقتي ما تلاقيش واحده على فكره دايما لا بص انا معظم الشباب ثواني يا سونيا هاني بس ثواني بص يعدي السنه الواقع مش هيرجع لها تاني ازاي ثواني بس ثواني بس انا من اللي انا بشوفه في المجتمع ما احنا ايه ما احنا بنتكلم على ايه عايزين نحلل اللي بيحصل في المجتمع لما يجي الاقي مثلا واحد اول كلمه والله يا استاذ سونيا بيبقى معاه فلوس وخد ذهب مراته في عشان معهوش دلوقتي في الاول فلوس وبعد ما بقى معاه فلوس اخر شيء يفكر انه يعوضها يفسحها ياخدها معاه ماشي لكن يجيب لها الذهب نسبه بتقول يا دكتور خد مني دي حاجه ده خلي بالك ده قادر بصي انا هقول لك حالتين حاله قادر طب اللي مش قادر واللي مش قادر بقى خلاص بقى موضوع الذهب ده نسي خلاص بقى اوكي دباديب يا ريت والله لا ورد ولا دباديب انه طول النهار والليل هو بيحاول في ظروف الحاله الاقتصاديه ان هو يجيب فلوس ومش لاقي فلوس والحاله وحش عشان كده انا بقول انتوا الاثنين لما جيتوا اتجوزتوا مع بعض كل واحد فيكم حاطط يعني توقعات الاخر انتوا الاثنين قاعدين مع بعض بتتكلموا في ان حياتكم هتمشوها مع بعض ازاي كل واحد حاطط لنفسه رولز معينه هيمشي عليها طبعًا. ما يبقاش هو لو بقى الماده هي اساس وان المرتب انت مستني مرتبها وان هي تشتغل او انت تستفيد من مراتك ده موضوع تاني خالص ايوه يا دكتور دول 90% دول عن صف رجاله ده نص راجل ده بس النسبه كبيره قوي لا معلش طيب انا دلوقتي نسبه كبيره انه بيوافق على شغلها اللي هو علشان هتعملي بيه ايه مفيش واحد هات لي واحد يتقبل ان مراته بتشتغل ام مستواهم المتوسط يعني علشان اصرف على نفسي عشان اعمل واسوي ما البيت ملوش علاقه في انا هقول لحضرتك حاجه في سيدات لما بتلاقي ان في الحاجه الدنيا غليت وكل حاجه بقت غاليه دلوقتي اللي عندها بتبقى مثلا في واحده بتعرف تعمل اكسسوارات فبتشتغل وتبيع في واحده بتحب الطبيخ فبتعمل اكل وتبيع وبتشتغل وهي قاعده في البيت برضه خلي بالك ده شغل برضه ما هو ده شغل ما هو ده مش شغل مش هي بتشارك في دكتور بيقول لي بيخليهم يشتغلوا علشان الزهق مش لا انا الزهق ده مستوى تاني انا ماليش دعوه بيه دلوقتي انا بتكلم في لا لا الشغل مش بالنسبه لنا مفيش حاجه اسمها يعني الراجل اللي بيفكر ان انا بقول لك في ناس بيشتغل عشان ما تزهقش في ناس بتبقى كده وفي ناس ان هي تشتغل عشان خاطر هي تحقق كيانها وان هي تبقى معاها فلوس وزي ما قالت مها من شويه ان ممكن ظروف الحياه الراجل يتوفى او ان الراجل يفقد عمله يبقى هي معاها فلوس انا بتكلم ان المراه مش ده مش دي حياه مشاركه ده لو مشاركه انا دلوقتي هو لو حصل معاه مشكله غصب عنه حصل له مشكله في الشغل ان ما انتوا شايفين الدنيا بيحصل فيها ايه دلوقتي لو هي لازم تسنده لو يحصل مع بعض من غير اي حاجه مش اسمع واحد يقول لي انا كنت معايا فلوس وكنت بشتغل وكذا وكذا فقدت منصبي فقدت كذا فمراته خدت العيال ومش لا لا مش عارف لا 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 طبعا لا 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 اللي انت بتقوليه ده لا طبعا لو هو عنده تصالح نفسي مع نفسه وعارف ان هي ان هو يعني اصل في يقول لك دايما عنده هوس وقلق ان الست تحوش ان الست تبقى راكنه على حاجه اللي هو انت مش واثق بقى فيها ولا واثق في نفسك من الاول لا مش مالهاش هي هتحوش وتعمل ايه ما هتحوش وتسند البيت هي هتحوش وتهرب يعني لا ظهر وظيفه وماده دايما ان الوظيفه قوية دي يعني قويه فاذا انا مش هتنازل ما الست بتتنازل مين الست اللي بتتنازل احنا مش عايزين مين الست في الحلقه اللي فاتت قالت انا اتضربت واتشتمت واتبهدلت وعمل في الاقل انه لا متحمله ليه تقول لك اروح فين اروح فين ما عنديش بيت يعني خلينا نتفق على البيوت اللي بتسكنها رحمه وموده دي بيوت تانية خالص دي بيوت اللي انت قلتي عليها ان هي شير ومشاركه مع بعض انا ما بتكلم على دي حالات اخرى لكن لما يبقى الراجل اهم حاجه ان هو
بيبص في فلوس مراته، ده موضوع تاني، ده موضوع كبير جدا، ده موضوع لازم نخلي بالنا منه ونحذر اي امرأة. ساعات كمان منه. بيلاقي مثلا والدها يعني مقتدر شويه فبتبقى طالبه حاجه، ابص الاقي ايه تقول لي جوزك اللي جاب لك التليفون ده بابا، الله طب جوزك اللي جاب لك الكذا تقول لي لا ده بابا. الاهل حضرتك بابا بيجيب لها بي ام وهو بقى راكب بعربيه فيت. مش يعني مش على العربيات، انا بتكلم على الحاجات العاديه، مش انا بتكلمش على العربيات دلوقتي يعني برضو. لا 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 انا بتكلم ان هي بتبقى نفس يعني هي طب ما باباها بقى طالما باباها هيصرف عليها خليها قاعده معايا بقى. عارفه بقى اتجوزني ليه بقى طالما باباها يصرف عليها؟ مين اللي جاب لك؟ عارف يقول ايه؟ جد. عارفه في بصي بصي هو اللي بيصرف. في رجاله بقى وبجد انا بحترمهم جدا، اللي هو بهدل بنت الناس معاك ليه؟ لا لا هو منهج نفسه اللي هو بيتجوز انا ظروفي كده لا هاخد مساعده من بابايا ولا من مامتي ولا من باباكي ولا من اهلي، انا ظروفي كده. وخلي بالك انا تقول لي على فكره انا ممكن اخد من بابا وماما ونروح مش عارفه الغردقه كده، يقول لها لا انا معيش فلوس ان انا صيف، لما هيعيش كده لما يبقى معايا بالظبط. خلي بالك لا يختار ده راجل بقى. هذا الرجل هو نموذج يعني الست ساعات بتتضايق من جواها تقول لك يعني ما انا ممكن اخد فلوس من هنا ونروح، طب ما انا يا سيدي مش هساعدك يا سيدي انا عايزه اساعدك يا سيدي مش عارفه ايه، بس هي من جواها بتحترمه، هو رمز القوامه عنده موجود ما اتكسرش، عنده كرامه. تلاقي البيوت دي والله يقول لك بصي ناكلها بدقه لو هنشحت، مش مهم ناكل مش عارفه في نروح فين ونيجي منين، بس انا هصرف بميزانيه هذا البيت. في سؤال واحد بيقول لك انا زوجتي، ثواني بس عشان زوجته بتصرف مرتبها كله في جوه البيت بس بترجع تاخده منه كله تاني. طب دي هايل هايل تصرف لا لا بس صرفت هي صرفته بس بتاخد منه تاني. بصي اصل احنا ايه بالنظر لطريقه عيشه اسره مع بعض نماذج لو انت لقيتي بينهم في موده وفي بينهم رحمه وفي بينهم تعاون والراجل بيعاون مراته والست بتعاون مراتها مش هتلاقي فيه مشكله، لكن هتلاقي مشكله امتى؟ لما الست تحس ان في حاجات ناقصها كتير جدا والراجل مش حاسس بيها. هنلاقي مشكله امتى؟ لما نلاقي الست بتعمل كل حاجه والراجل ما بيقولهاش شكرا وربنا يخليكي ليا وبجد. ده في ستات يا دكتور بتحمل اعباء على جوزها ما تيجي تشتغل، يعني تيجي تشتغل تقول له ايه انا هشتغل بس حضرتك هتدفع الحضانه للولد وهتدفع لي ثمن السواق مش عارفه ايه اللي هيجيب ايه وهتدفع لي مواصلاتي ايه وتدفع لي ايه وهصرف ايه. يعني فين الستات دي؟ لا ده في ستات جباره. لا لا معلش والله احنا لا والله والله العظيم لا انا اعرف ستات جباره حالات في ستات جباره اعرف حالات والله قالت له بتقول له كده الحضانه وال والله في بس مش كتير مش كلهم يعني مش كلهم. هو انت مع الستات ولا مع الرجاله يا استاذ ثانيه؟ طيب يا جماعه نشوف الناس بس بتقول لنا ايه علشان انا بخلص. وليد لطفي بيقول انا بخلص مرتبي كله في البيت ولما اخلص تقول لي اتصرف استلف من اي حد، مع ان هي بتشتغل بتقول لي انها بتستلف من مامتها ورجع لها لما تقبض المرتب، وبعد كده اكتشفت ان هي اللي حطاه من مرتبها واقبض تاخدهم على انها تديه لمامتها. ايه رايكم في الزوجه دي؟ لا ده حصل كتير. ده عدم الامان النفسي وعدم الامان المادي. بس خلي بالك هقول لك على حاجه، هو اللي بيبعت رساله بيبعت من وجهه نظره هي اكيد لجأت له في حاجات كتيره قبل كده ما لقيتش المقابل المادي. ما خلي بالك انت لو سمعتي ما عندهاش احساس بالامان. على فكره ناس كتير قوي تقول له ايه انا هاخد من ماما، بس يا حبيبي لما تقبض وهي تبقى معاها هي الفلوس. هي عشان عارفه لو في مشكله في مشكله في مشكله في مشكله. برافو عليك. الزوج والزوجه ده في هشام بيقول الراجل اللي يسال على مرتب مراته ما يبقاش راجل، دي وجهه نظره. في ناهد بتقول هي مش يعني ناهد بتقول يعني لازم نشوف الناس اللي بتشتغل للضروره. ما هو ده اللي انا كنت بقوله يا ناهد. كلامك عندك حق. عشان كده كنت بقول لك انا مش قصتي من العربيات. انور شكرا يا انور، والله يا انور صديقنا في زمان اتعت لنا كلام. طيب لا في اللي بيقول انا ما مش العمل ابو زيد بيقول العمل للمراه مش عيب، لكن بحكم اننا شرقيين وتربينا على عادات وتقاليد الرجل هو المسؤول عن جميع ما يتطلبه المنزل وليس المراه. تمام. لا ما احنا دي لازم نكون احنا منتهين منها. هي تشتغل ما تشتغلش اثبات وجود، انت كراجل انت مطلوب منك من الالف للياء كل المتطلبات الماديه بس ده انت كراجل. لا. عندك ظروف بقى ثواني عندك ظروف اسمح لي اقعد معاها انا عندي ظروف كذا كذا كذا. هتقدري يا بنت الحلال يا حبيبتي يا مراتي يا اغلى حاجه عندي في الدنيا ويطبطب عليها وياخدها في حضنه ويجيب لها ورد؟
هتقدري يا حبيبتي تستحملي وتكوني معايا؟ اوكي. مش هتقدر طيب. دي حقها. نسمع رايها دي. هطلقها عشان خاطر فلوسها. تمام. انا يا جماعه عشان الناس اللي بتسال على التليفون، والله التليفون فيه عطل الحلقه، انا اسفه جدا والله، بس التليفون فيه عطل الحلقه دي، متاسفين جدا. معلش معلش. هدير حمدي، صباح الفل، انا بعتبر نفسي واحده من البرق. ايوه طبعا يا هدير، فاكراكي، فاكره مصطفى وهدير، والنبي يا رب تكونوا اتصالحتوا. بس موضوع البرنامج، هي بتقول اوحش حاجه لما يكون الراجل باصص لفلوس مراته في حاله تفاهم على مشاركه بعض، ده مفيش مشكله لان الحياه دلوقتي صعبه. مظبوط. طول ما هي حاسه معاه بالامان خلاص، ده اهم حاجه. على فكره انا مش بشتغل، بس لو كنت بشتغل ما كانش هيبقى عندي مشكله في المشاركه في البيت، لان الحياه مشاركه. واسان دكتور، ربنا يسعدك يا هدير. فعلا يعني هي هدير على فكره بتتواصل معانا على طول. طيب استاذ وليد بيقول عايزين عدل، زي ما الزوجه عايزه تعرف كل حاجه عن زوجها، لازم الزوج يعرف كل حاجه عن الزوجه. طيب. حتى في المرتب. طيب. ان هي تشارك في البيت بالمرتب. هو دكتور حسب رافض الموضوع الظروف. ان هو يعرف ليه؟ ان هو يعرف مرتبها كام، صح؟ رافض انه ايه؟ انت رافض ان هو يعرف مرتبها كام؟ هو ليه اصلا يبص لمرتبها اصلا؟ لا مش بقول يبص. يعني لا هو بقى هو وجهه نظر، وانا اقول لحضرتك لازم يعرف. معلش انا بشتغل، بس يعرف انا يعني حدود المعرفه. مش هو لا يعرف حدود المعرفه. اعرف انا باخد كام؟ خد كام؟ طب ثواني، ماشي. هو وجهه نظره. وهتقدم كشف حساب بعد كده عندي ولا ايه؟ يعني هي بتساله يا فلان انت مرتبك كام؟ معلش انا مش حد. وانت مرتبك كام؟ على فكره السؤال الحوار بيبقى طبيعي جدا. عادي جدا، ماشي، مفيش مشكله. انا رافض فكره ان هو يفند لها الفلوس. لا يفند لها مش، لكن مرتب كام؟ مفيش حد ما بيعرفش مراته بتاخد كام. مفيش لا حد في لا لا نادرا لا بيبقى عارفين. يعني مثلا لو هي مدرسه بيحصل كذا، لو هي مهندسه كذا، لو هي دكتوره يعني اقصد ايه، بيبقوا عارفين الافرج يعني بتاعهم. كلنا عارفين المرتبات في مصر عامله ازاي. يعني مفيش المرتبات اللي هي واو قوي ولا اللي هي متدنيه قوي. يعني لا ما انا بتكلم لو هي بتشتغل زي بقول لحضرتك مثلا بتعمل حلويات ولا بتعمل اكل في البيت وكذا، ما بيبقاش عارف بالظبط يعني هي بتعمل ايه. بتعمل بصي، عايز اقول لك على حاجه، معرفه الراجل اللي مرتب مراته بشكل مقصود وقصرة السؤال عليه تديكي مؤشر كده، تديكي مؤشر خطر. انا اعرف يعني تكبرها يا دكتوره يا دكتوره، ده في زوج بيبقى عارف زوجته بتاخد كام. بيبدا زي ما قالت مها من شويه انه يرتكل للموضوع ده نمره واحد، نمره اتنين نمره اتنين يصدرها المشكله. هنعمل ايه؟ معيش الشقه لا يا ريت كده، العربيه هنغيرها ولا الشقه بتاعه الساحل القسط بتاعها اللي هو لبيتها برضو. ايه المشكله لبيتها؟ لبيتها وبعد كده يعرف واحده ويتجوز وكل حاجه ولا بعد سلامه. ما بتكلمش ان يعرف واحده بيتجوز ولا يحصل بيهم بعد كل ده. بعد كل ده بعد كل ده يعرف. ايوه طب انا هقول لك على حاجه، مدرسه بعد كل ده. طب ايوه ده انا لسه جايه لي والله حاله، والله العظيم حاله فعلا، زي ما بتيجي في الدراما والمسلسلات. ان هي سافرت معايا الدول الخليج واستحملت، هو ما كانش شغال وهي بتشتغل، هو قاعد بالعيال هناك وهي عماله تجيب الفلوس. قال لها يا حبيبتي عشان انا اروح البنك وانا اجيب لك وانا اوديكي. لما رجعوا بقى مصر قال لها سنين تعبي انا كنت قاعد معاكي. سنين تعبي قاعد بال ايوه قاعد بالولاد. انت يديله فلوس؟ لا مش قلت كده. اتجوزت هي بي بي سيتر ثواني كمان بعد كده اتجوز عليها ولا ايه؟ ما انت تريق. انا فاكر انا المهم رجع. لا يا ريت يا ريت كمان اتجوز عليها وبس. ده هو خد الفلوس كله ليها هي، ليه هو وفي حسابه هو. جت قالت له انا عايز اجيب. قال لها لا لا دي فلوسي دي حقي انا. ده نصاب بقى مش زوج. لا اسمعي بقى، ده عندهم نصاب. ساب لها البيت ومشي، وبعديها ثلاث سنين اكتشفت ان زميلتها اللي كانت معاها الثانيه مدرسه اتجوزها هي. مفيش حاجه اسمها اكتشفت. بصي بصي يعني بصي يعني ما اقول لك على حاجه، بس لا عايزه اقول لك على حاجه. ايه ما بتحصلش انك سيبوني اقولها لكم بنظره ثانيه. اتفضلي. ما دام انا سمحت ان انا اسافر دول الخليج وجوزي يقعد بالعيال وانا اشتغل، يبقى الراجل ده بص انا بتكلم عليه ووشي عامل ازاي. الراجل اللي يسمح بكده يبقى هيعمل حاجات كتيره قوي هتخليني قرفانه منه برضه. طب والحياه اللي ما كانتش مستحمله اللي هم لجأوا للسفريه دي علشانها؟ لجأوا وخد اجازه بالمرتب ينزل يشتغل فين؟ ما هو قال لك ما لقاش يبقى وصلنا للمرتب قليل مش قادر يعيش. حضرتك شايفه الحياه عامله ازاي؟ هم مضطرين ان هم يسافروا. انا متجوزه راجل ما اقبلش ان انا انزل من البيت وقاعد بالعيال وهو ينظف ويطبخ وكده وانا انزل اشتغل واجي اجيب. وايه رايك في الراجل لما عرف ان مراته مثلا بتاخد مبلغ معين فقال خلاص سيبه لها، ولما عرف ان مراته بتاخد مبلغ اعلى قال لها لا ده بالنص بالنص. لا يعني انا عايزه بس اوصل حاجه مهمه جدا. لا طيب لا عندنا برضو رساله بتقول انتوا بتتكلموا عن شريحه معظم الشعب بيشتغل عشان ما هو ده اللي انا بقوله.
علشان الاسره بتشتغل علشان صح. تعرف تعيش خصوصا صح. في الريف لا بسمت نفسي ولا بزهق ولا كلام عشان يعرفوا كل اللي انا بقول لحضرتك انا مش حكايه مش قصه ان انا غير عشان يعرفوا يعيشوا حلو. هو جدا. انا قصه من ان انا على فكره مش عيب خالص ان انت تشتغلي علشان تساعدي جوزك لا بالعكس عيب. بالعكس الدنيا دلوقتي مش مستحمله واحد يقعد في البيت والتاني يصرف عليه ولا راجل ولا ست خليني اقول لك بس وجهه نظري يا دكتور بس معلش الدنيا بس انا بتكلم ان انت لو انت من الاول في ثقه حضرتك انت شايفه مستوى عامل ازاي وشايفه ظروفه عامله ازاي مش عيب ان انت تقفي تساعديه وانت نفس الحكايه انا قصه ان انا ايه تقدير حتى لو انت بتاخدي مرتب صغير وبتصرفيه بتجيبي اي كيلو فاكهه وانت جاي لازم يبقى في تقدير للي هي بتعمله طب ما ساعدتيش لازم يبقى ده هي لو قالت لا مش هديك لا بص على حاجه مش هديك وهو محتاج بيبقى في قصور يا دكتور سويني. لو هي شايفاه محتاج وقالت له لا مش هديك لازم هينفصل لازم هينفصل لا لا ما هي عندك واحد اهو مراته بتقول لي انا بقول لها انا عايزك تشاركيني يبقى ثواني مش ثواني بقى يبقى هتلاقي حاجه لما اجي اقول في الاول خالص انه هو اللي في الاول خالص ان في شروط اساسيه للزواج تقولوا لي شابو واحنا موافقين على كلامك بقى روح فعلا احنا موافقين ما حاجه غلط ان انا مش يعني انت عايز مراته تشتغل وهو بيشتغل والبيت محتاج وتقول ويقول لها ما تشاركيني تقول له لا ما برضو حاجه تغيظ انا برضو معايا في الحته دي البيت محتاج انت نفسك قلت انا عايزين انه البيت محتاج بالزبط. اشتغلي معلش بإيه؟ يعني بحب انا اشتغل بحب واحترام وتقدير ولا ما هو انا بتهديد. قلت تقدير اللي هو هتديني فلوس انا قلت تقدير ما هو التهديد ده ما بيجيش غير من ايه اللي هو هشتغل وفلوسي ما حدش له دعوه بيها ما انت يعني بجد ده كده ما فيش نسبة خالص يعني لا في النسبة انا بيتي ولازم تسمح بالنسبة محتاج. لازم النسبة معينة ان انا اشاركها ما ينفعش الاقي بيتي محتاج حاجة وما اجيبهاش وانا قادرة ان انا اعمل ده معلش. انا بكلم سيادتك في الواقع معلش. هي الستات اللي في الصعيد بالنسبة يعني انت عايزة ان الراجل يحط نسبة يا دكتورة اسمح لي بس عشان نسمع بعض يعني هو يحط كل مرتبه الراجل مطالب ان كله مرتبه من الالف للياء للبيت صح؟ حقه صح وهي اما تشتغل حته من مرتبي والباقي ما حدش دعوه بيه ليه اقول لك ليه اقول لك انا ليه عشان هي لما حضرتك يحصل خلافات اللي احنا بنسمع عنها في المحاكم ثواني ونلاقي ان النسبه وصلت 49% في محاكم الاسره بسبب المرتب تقريبا 49% بسبب انه مرتب الزوجه بقى لا ده بسبب الاختيار ده بقى الغلط من الاول مش بسبب مرتب الزوجه لازم ان احنا نقول ولما نيجي نسمع على كل البرامج التلفزيونيه وانت كنت معايا في برنامج وهي بتقول هعمل ايه هودي الولاد فين بس الراجل ثواني ولما الاقي الست بقت عجنت زي ما انت قلت صفر زي ما فيش فلوس يا دكتور انا بتكلم انا بطالب ان الست يبقى معاها فلوس عشان تقدر تواجه ثواني يا دكتوره تواجه المشاكل اللي ممكن بعد كده لا ثانية واحدة بقى ثواني انا بتكلم على الراجل طب هو انا ابقى قاعدة مع واحد مستنيه يطلق انا بتكلم على راجل بقول لك راجل محترم حاطط كل فلوس البيت ومش رايح في الهلز هل الراجل ده اللي بيطالبها انها تشارك زيها زيه مثلا لا محترم ايوه صارف كل فلوسه في البيت تقوم تقول لي هي مطالبه انها تشيل جزء عشان خاطر الامان تمام انا متفقه مع ده انا ما ينفعش دلوقتي ابقى شايفه ان بيتي محتاج لحاجه وانا قادره ان انا اجيبها وما اجيبهاش شفتي انت قلت ايه ما ينفعش يعني دي حاجه هتعمليها اوكي تمام لا يعني طيب. مش لا ما ينفعش قالت لك لا ما ينفعش قالت لي ثواني بس وما ينفعش برضو يا دكتور ان انا عايشه مع واحد في البيت ومفروض ان هو ده الشريك حياتي وشريك بيتي وبقى قاعده عماله اقول لو طلقني ابقى عامل كذا اما احوش فلوس لحسن يطلقني اما اجيب مش عارف ايه باسمي لحسن يتجوز عليا بلاش منها طالما انا عايشه خايفه ومرعوبه بالطريقه دي لو انت بتقولي لو امراه حاسه بالامان لا طبعا هتساعده انا بكلمك على انه لما تكون المراه وصلت لمرحله ان الراجل بيهددها بكلمك لا على يهددها لا ليه وليه عايش متقيله طيب ما انا بقول لك يهددها دي بتفضل ما دام انا بشتغل وشايله نفسي بتفضل انا بتكلم على ايه انا قلت في الاول ايه لو الحياه بينهم في مشاعر وفي حب وفي احاسيس وفي الاثنين متفقين على تكوين اسره ده خلاص انا ما عنديش مشكله خالص ما هو تكوين اسره يعني حاجة. تكوين حياه يعني لازم انا اشارك وانت تشارك مش انا متفقين على مش انا اقعد وانت تصرف ولا انت تقعد وانا اصرف متفقين وفي تكافؤ اجتماعي واقتصادي بينهم ماشي لا في ستات لكن انت تقول لك اصرف فلوسي طب ما هو حاطط لكن انا ضد ان هي مثلا ايه تبقى هي غنيه جدا وبتشتغل ومعاها فلوس واخده واحد معهوش فلوس خالص وعماله تصرف عليه لا ده ما ينفعش لا لا ده نموذج تاني دي حياه اصلا قلت لك دي ما فيهاش قوامه ما فيهاش حياه اصلا ما فيش كده طيب نشوف بس استاذ سيد بيقول الزوج والزوجه كيان واحد يعني ايه الزوجه تنزل تشتغل وزوجها ما يعرفش حاجه عن مرتبها طب ليه هو طرطور قاعد في البيت ابعد بالظبط كده لازم يعرف ماشي. لا على فكره ما قلتلوش ما يعرفش بس ما ياخدش مرتبها يعني انا ما بقاش عارفه مراتي هدير بتقول هدير بعت مسج تاني ميرسي خالص يا مان انت بتقري الرسائل اللي انا ببعتها انا ومصطفى ما كناش طب الحمد لله الفالنتين قرب خناقات ايه هابي فالنتين عليكم كلكم لا طيب تمام طيب.
طيب هو في ناس كتير بتقول يعني على فكره احنا تامر خطاب بعت يقول انا الراجل والست والعيال كمان بيشتغلوا في بيوت مصريه كتير مش عارفين نعيش وبعدين الحياه تعاون بالظبط كده. تمام الادوار مش المفروض تكون متبادله ده وفقا لكلام الاستاذ تامر. الحياه تعاون على فكره في اسر فيها فعلا والله وبنشوف بقى كده كتير جدا وبحترمهم بجد بيبقوا ناس محترمه جدا هي. الاب والام والاولاد بيشتغلوا اللي بيعرف يعمل جدا. حاجه يعملها وكله بيساعد بعض دي بس بقول انا ضد انه يستغل ذلك بس فهماني انا عادي تشتغلي هو لو يستغل ده لكن ما ياخدش لا معلش يا دكتور هي هو لو بيستغل ده ما تقوليش بصي بلاش ده حد دعوه ايه هو لو الحياه مشاركه ما هي الحياه مشاركه جميله جدا الناس الاسر المحترمه اللي هي اللي بتتكلم دي خلاص اسر ارتضت المشاركه وحب الخير ليها واسره فيها استقرار وده بيساعد ده بيتها ده ما عنديش مشكله فيه انا عندي مشكله في المشاكل اللي هي ايه واحد باصص عمال ياخد فلوس مراته باصص مشكله اماني استاذنك بقى اماني عطوه بتقول انا دايما بصرف في البيت بس اكتشفت انه نصب على ناس كتير واتحبس وصبرت ومفيش فايده انا ساعدته في شراء شقه ودفعت مصاريف مدرسه لغايه لاحدى بناتي ودروسها والباص وعند بيع الشقه رفض يديني نصيبي هو يعني حضرتك بتقولي يا مدام اماني ان هو نصب على ناس تانية يعني هو نصاب واتحبس وكده وبعدين زعلانه لو ما ادكيش حقك في الشقه ممكن كان نصب بره مش نصب عليكي طيب دي برضو في يعني عندها مشكله ناهد برضو هي بتقول الست لازم تخرج للعمل لازم زوجها واولادها يشعروا بالفايده اللي بتعود علينا جميعا من عملها بشرط ايه الحريه في الصرف من غير ما حد يفرض عليها تمام بس بص. لازم طالما فعلا نزلت تشتغل يبقى لازم البيت يبقى يعني في فرق لان الاولاد في البيت هي نفسها إيه نفسيتها يعني. تبقى كويسه لا على فكره على فكره ما في حاجه الاولاد دايما انانيين بمعنى اللي هو عايزين مامتنا وبابانا طول الوقت يعني هو بيفتكروا ان خروج الست للبيت يقول لك لا انا عايز ارجع الاقي ماما في البيت مثلا او عايزه ابقى حاسس ان ماما في البيت ما بتخرجش يعني ما بتشتغلش او ما بتبعدش عني انا كل اهتمامي ان ماما في البيت بتفكر فيا هتعمل لي ايه هتاكلني ايه هتعمل ايه دي نظره دايما الاولاد ما بيحسوش ان الشغل ده عشانكم ما بيحسوش عشانكم غير ايه بقى اما الست تتعب قوي انها تشتغل وتصرف وتجيب له اللي نفسه فيه البلاي ستيشن مش عارفه ايه والعجله ايه فهي بتبذل مزيل يعني من جهد لا انا ما بديش مع الولاد عشان البلاي ستيشن والعجله انا بتكلم في الدنيا اللي احنا فيها دلوقتي وكل حاجه لا انا بتكلم بنظره طيب انا انا مش عارفه اقرا اسمك يا رحمه مش عارفه انت رحمه ولا ايه بالظبط بس المشكله بتقول مشكلتي بقى غريبه انا جوزي ولا راضي يشتغل شغلانه عدله تكفينا ولا راضي يخليني اشتغل ولا راضي يخليني اخد من اهلي فلوس ولا راضي ياخد من اهله فلوس مع انه متجوزها وهي بتشتغل هي بتقول كده يعني بصي الكلمه اللي قالتها ولا راضي يشتغل شغلانه عدله تكفينا ومش عايزها تنزل تشتغل ومش عايزها تاخد بصي الكلمه دي تطلعي منها ان المتطلبات كتير هي متطلباتها كتير ففي راجل بيقبل بصي اهي دي حاله يقول لك ايه انت متطلباتك كتير طب اشتغلي وتفضلي هاتي فلوسك ودي بياخد فلوسها بالكامل مش انت اللي طالبه ده وفي راجل يقول لك لا بصي احنا هنعيش على قدنا على قد اللي انت شايفاه مش بصي انت متجوزاني كده وهنعيش على قد ده ولا انا هشتغل زياده ولا انت هتشتغلي زياده وهنعيش هي بتبقى بتعاني من قصه ان هو ما بيبقاش طموح عايز يطور نفسه عايز يبقى كذا عايز كذا عايز مش عارف ايه ما هو لازم يطور نفسه طب حضرتك هتحققوا هذا التطور ازاي انت حضرتك تشتغل على جانب وهي تشتغل على جانب لو هي قادره ان هي تشتغل معاها شهاده كويسه معاها كذا هتعمل لها مشروع في البيت زي الستات الشاطره اللي كتير بنشوفها بتعمل ده يعني في حاجات يعني في نماذج كتير جدا يعني انا شفت احد السيدات وانا يعني شخصيه ممكن اخليها يعني من السيدات المثاليات كان زوجها عنده مصنع كبير وعي جاله فشل كلوي وابتدى وتصرف كل فلوسه الست بقت بتشتغل من البيت وبتعمل علشان تجوز بناتها ومش عارف ما انها مش بتشتغل كانت هانم كانت هانم نموذج محترم ست عظيمه يعني المراه بيبقى عندها تخطأ في أشياء كتير قوي إلا في إحساسها المرأة لو لقيت إن الراجل اللي معاها ده راجل ما تختارش في إحساسها إزاي وما الرجالة اللي بتضحك على الستات دي إيه ما تختارش في إحساسها لا بكلمك على موضوع المرتب ما يسافر بره هو قاعد يا بلال وضحك عليها بقول لك لا 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 احساسها ما هو عرفت ان هو كده ان هو مش كويس هي من المبدا يا دكتور هي من المبدا لا يعني عايزين بس ايه عشان يبقى الكلام في نصابه الطبيعي انه فعلا المشاركه بين الاثنين الشباب اللي هم مع بعض اللي بينهم وبين بعض ظروف الاقتصاديه قريبه ده متاحه ونساعد والى اخره لكن المشاركه في ان حد معاه فلوس
وبخيل على مراته او بمعنى اصح هو قاصد ان هو يجردها من الماديات ده موضوع تاني اللي هو يشعرها بعدم طيب الامان. فلازم بس ايه نفرق من الحاجات دي. استاذ شعبان عبد الكليب بيقول على فكره جميع موظفي من النساء في مصر مرتبها بيروح على مصاريف البيت حقيقي فعلا. دي الشباب دلوقتي بيفكر يرتبط بالبنات اللي ليها دخل بسبب العنوسه في مصر. يعني ايه البنات ليس لها دخل مفيش اقبال عليها؟ يعني ايه حضرتك معلش؟ يعني عايزين بنات بيشتغلوا ليهم دخل عشان يتجوزوا عشان تشارك، يعني ما بيشتغلوش فهو عايز يتجوز امراه. وايه يا جماعه لهذا المجتمع بيمارس على البنات ضغط من كل ناحيه؟ والنبي بس ثانيه واحده عشان الرجاله كلها اللي بعته بتقول كلام زي ده، انتوا بتمارسوا على الستات ضغوط وترجعوا تشتكوا من تصرفاتهم ومن عصبيتهم ومن تقول لك اصل دي بتستغلني واصل دي طلباتها كتير واصل دي، انت اساسا لا محسسها بامان ولا محسسها ببتاع. اصل المره لما بتتجوز راجل مش عايزه تتجوز راجل يحسسها وانت كل وقت محسسها ان هي انزلي الشغل. ده انتوا ده من اول ما قبل ما تتجوز انزلي الشغل علشان تشوفي عريس، انزلي مش عارف ايه علشان كذا، اعملي روحي فرح عشان يا جماعه عيب اللي بتعملوه في بناتكم ده، البنات مش قليله عشان يتعمل. وبعدين احنا عايزين برضو نقول حقيقه، يعني ان عايزين نلغي في برنامجك الراقي ده كلمه عنوسه. معانا اتضايقت عشان اخر مره لا عشان كلمه عنوسه دي، كلمه العنوسه الحقيقيه انا بسميها الخرس الزوجي اللي في البيوت. العنوسه الحقيقيه اللي هي الست تكون مع راجل ومش حاسه بانوثتها ولا قادر ان هو يحتويها. العنوسه الحقيقيه يعني بيقول لك زادت عشان ايه؟ عشان ما بتشتغلش. يعني العنوسه زادت يعني البنات اللي يعني ما بتشتغلش مش لاقيه جواز. يعني انت بتتجوزوا عشان فلوس. شفت بقى المبدا؟ ولذلك دايما ايه حتى الراجل وهو رايح يشتغل، ما هو ايه هتساعد معايا؟ طب ما انا هشتغل شغلانه واحده. ليه زمان كنا بنسمع على الراجل بيشتغل شغلتين؟ ليه زمان كان المدير العام يجيب تاكسي في السبعينات والستينات؟ كان مدير عام كان يجيب تاكسيات لو تتفرج على الافلام. بس ده ارهاق يا بص يعني يا اصلا عشان يكفي بيته. لا يعني بدل ما اشتغل فترتين يعني الصبح وبعد الظهر وانا بعيد تماما عن الاسره بيحصل ايه؟ لا اشتغلي انت، يبقى احنا بنشتغل احنا الاثنين فتره واحده ويبقى في اسره بعد الظهر. ما يا ريت يبقاش يعني في اسره بعد الظهر. طيب هو البي مع اصحابه. سيد تاني بيقول يا الحياه لا تحتمل ان الزوجه تنفرد بمرتبها، ده مرتب الزوج والزوجه ما يكفيش لغايه نص الشهر. تمام. في زهره بتقول، زهره عايزه، حاضر يا زهره. زهره بتقول انا كل حاجه عايزه حلقه، الزوج النصاب عايز حلقه كده، عايزه الزوجه اللي متحوش من ورا جوزها عايزه حلقه بالظبط كده. مساعد الزوج والبيت بصراحه. شكرا لك يا ماما. طيب انا بس انا عايز اسالها اكد برضو في كل الحلقه ان المراه غير مطالبه ان هي، عشان بس نبقى ايه، ان هي تشارك بنوع من انواع التهديد. ودي لازم مش مطالبه ادبيه، بس الحياه ادبيه بس الحياه يعني بتقول والظروف الحياتيه بس الاساس إن عشان بس نبقى واضحين الاساس ان الرجل هو الذي يقوم بجميع واجبات المنزل والبيت. طيب يا دكتور انت شايف الحياه صعبه، انت شايف الناس مش قادره تعيش، انت شايف الشباب، انت شايف الشغل. نسمح للزوجه عن طيب خاطر، وحط تحتيها كذا خط دي، عن طيب خاطر ان هي تساعد. مش هتقول لا، ده في زوجات بيساعدوا بالميراث عشان يجيبوا شقق لاولادهم، مفيش مشكله. ايوه ده لاولادها مش لاولادها. ما انت لو قلت لاي ام اعملي اي حاجه عشان ولادك يعني ده انت لو عايز. طب لو انت قلت لاي راجل اعمل حاجه عشان مراتك وولادك هيعملها عشان ولاده عشان مراته. ما في بيعملوها في بيعملوها في بيعملوها عشان مراته ما اعرفش، بس عشان ولاده مفيش. اي امراه تحس بالامان مع رجل ستعطيه كل شيء ما لها، هي مديها نفسها مش هتديله فلوسها. أيوة. يعني انا بستغرب بس كتير جدا. ما تستغلش بقى، ما تستغلش ان هي حاسه بالامان معاك فسلمتك عقلها المرأة التي تعطي كل حاجه. بعد كده ان الست بتدي حياتها وبيتها واسرتها، عارفه ان لو طلب منها ايه في البيت عشان خاطر اسرتها بتعمله فبيضغط عليها، بيبقى ده بالنسبه لها سلاح. لكن احنا بنشوف قصص. انا بس بطالب جدا شيلي جزء من فلوسك، شيلي جزء من فلوسك مع اللي انا شايفه من مشاكل الشباب اللي بتحصل ومشاكل الطلاق بسبب الطلاق المبكر، او بسبب ان الراجل بيلاقي بعد كده علاقات اخرى ويروح يسيب مراته فلا معهاش فلوس، ولا في نفس الوقت انت عايش معاها. فيعني انا شايف اصلا انا بيجي لي قصص يا ماما كتيره جدا. لا ما هي الدنيا مليانه. طيب نقرا مسج حسام عويس بيقول والله موضوع مهم، شكرا يا حسام. وست لازم تحتوي جوزها، ده جوزها والله ما تخبيش عليه حاجه، وهو كمان ما فيش سر بينهم وبين بعض، ده الحب الحقيقي اللي ما فيهوش مصلحه. متفقه معاك تماما يا حسام. هو فعلا يعني
قصه لما بتدخل مصلحه في البيت او مصلحه ما بين الزوج والزوجه، انا كده فقدت الانسانيه في الموضوع. وعشان كده دايما بنقول من معايير الاختيار في الاول خالص موضوع الشغل ده مهم جدا، لازم الاثنين يتفقوا عليه. انا عايزك تشتغل، يعني موافق على مبدا الشغل ولا لا، هي تقبل يا ما تقبلش، طب لو اشتغلتي هتساهمي في البيت ولا لا. الحاجات التفاصيل دي احنا بنعتبرها حاجات عابره، هي مش عابره بالعكس والله، بتبقى اساس الحياه بعد كده. نشوف بقى حبيبه احمد بتقول صباح الفل يا مها، الزوج والزوجه لازم يشتركوا مع بعض. صح يا حبيبه، في كل حاجه مش عيب ان الزوجه تساعد الزوج لانهم كيان واحد ومفيش فرق بينهم. تمام يا حبيبه، طبعا رايك يعني رايك محترم جدا. والله يعني طب مش كل محمد بيقول مش كل الزوجات، انا زوجتي وقفت جنبي في ايام الجواز والخطوبه لكن دلوقتي بلاش اقول لكم. انا مش فاهمه انت يعني حاجه كويسه ولا حاجه وحشه، انا مش عارفه. وقفت جنبه وبعد كده ما وقفتش بعد جنبك كده ولا ما وقفتش، يبقى نتيجه حصل حاجات كتير قوي هو اكيد تسبب فيها. يعني هو بيقول فعل رد فعل، بتسمعي من طرف واحد، لازم نعرف يعني. طب لا نعرف يا استاذ لو سمحت، طب نعرف بعد اذنك علشان بس ايه، بس قصه ان انا فعلا تاني، لان في ناس كتير بتقول لك ايه الفرق يعني بين الزوج والزوجه، ما انا ريت احنا كيان واحد. الزوج معرفه راتب زوجته على هل بقى من حق الزوج انه ياخد فلوس من راتب زوجته؟ يا ريت يتحط طيب السؤال ده. طيب انور اسماعيل بيقول انور اسماعيل يعرف بس هل انتوا كاتبين السؤال دايما، هل من حق انه يعرف راتب؟ يعرف، لكن هل من حق الزوج انه ياخد مرتب زوجته؟ انا بقول مش مسمعش ياخد مرتب زوجته، لكن من حقه يطالبها بالمشاركه في البيت يا دكتور. شوف بقى يعني طيب انا انور اسماعيل بيقول انا شايف ان الزمن اللي احنا فيه ده محتاج تكاتف الاسره والمجتمع للظروف الطاحنه اللي بنشوفها كل يوم، غلاء وارتفاع اسعار. في مسشاء بيقول المليان يصب على الفاضي، عادي لما الست تصرف في البيت. اه تمام، من غير ما هو يستغل ده، يعني مش عشان هي بتشتغل يروح هو بانتخ يعني، لا. ما هو يعني لما تيجي تلاقي احنا ليه يا مها انت ليه بتقصلي الحلقه زي دي؟ احنا كلنا بما فيهم انت، بما فيهم الاستاذ كامل المخرج، بما فيهم الاستاذ احمد صقر، بما فيهم ابراهيم، كلنا اسره برنامج موافقين جدا ان يبقى فيه مشاركه، صح؟ لكن كلنا برضو مش موافقين يكون في استغلال. هو كل يوم ولا استغلال من هنا ولا استغلال من هنا، كل يوم تقسيمهم دول وانت لا وكل مشاركه يعني اصلا واحنا بس للستات في اللي انت قلته. لا وانتوا موافقين ان انتوا تشاركوا، بس مش موافقين ان انتوا ايه يتم ايه اجبرنا لا حاجه، مع ان هما حاجه ثانيه بقى اللي انا عايز اوصلها. لو الراجل قادر بجد ان هو يتعب شويه عشان يصرف على بيته، ما يرتكنش ان هو ايه ياخد فلوس من دي تمام. في احد برضه الا مشاهدين بيقول الموضوع موضوع ثقه، لازم كل واحد يراعي ظروف التاني، وسؤاله مش مشكله خالص، احنا بينا ثقه. ما هي الثقة يعني لما يبقى في ثقة بين الطرفين والمصلحة ما تبقاش غلبة على الموضوع، لازم يكون في طبعا بعد كده الكيان هيتبني، بس الكيان عمره ما هيتبني على حاجة فاضية، مش هيتبني على حاجه فيها عدم ثقه. الكيان اللي حضراتكم بتتكلموا عليه ده لازم يتبني على ثقه تامه 100%. انا كنت دايما اقول لو انت مش واثقه في الراجل ده مش 99 100% ما تتجوزيهوش. بصي حاجتين باساس البيت ده، الثقه الامان. انا اثق فيك، انا اشعر بالامان معك، واسبق الثقه والامان الاحترام، يعني الاحترام والثقه. ما هي الثقه والامان بتخليني اوريدي احترمك، يعني طالما انا حاسه معاك بالامان، طالما انا واثقه فيك طبعا الثقه، طالما انا واثقه فيك وطالما انا حاسه معاك بالامان اوريدي الاحترام بتندرج تحتيها. بس ما دام الحاجتين دول موجودين كل حاجه في الحياه الاسريه بتندرج تحتيها. هديك مرتبي وانا مبسوطه جدا وحطاه في البيت، مش هخبي عنك، مش هقتنص جزء من مرتبي اشيله لان حاسه معاك بالامان، اخبي عنك ليه واشيل من مرتبي. طيب سلمى العبادي بعتها بتقول لنا شغل البيت لوحده متعب جدا، لازم الراجل يقدر. طبعا انا ليه بقى ما انا بص انا لسه بقول بيشتغلوا زي وجود قدره ماديه للرجل يبقى خلاص احنا كده جبنا جون، والراجل هيقوم بكل حاجه وهيدي بس مرتب. خلي بالك لو هي قاعده في البيت وبتعمل شغل البيت كله ده اكتر متعب اكتر طبعًا. من اللي ما تشتغل بره وقاعده بتشتغل وبترجع لاعباء البيت. انا بقول دايما كده الراجل اللي قادر ان هو سوري يعني يصرف على البيت ويدي مرتب صغير، على فكره المرتب دي ايه يعني حاجه بسيطه يحسسها بان انت تجيب اللي انت عايزاه براحتك يعني تمام. ده اوكي خلاص اتفقنا احنا على دي، لكن الراجل اللي هو بقى
لو ما فيش ثقه وما فيش امان وما فيش وما فيش وقاعد مستني المرتب وخدت ايه والحوافز ونزل لكم النهارده العلاوه بتاعه ولا قاعد مستني دي مش حياه وعيد العمال اللي قاعد مستني دي مش حياه دي مش حياه لان هو قاعد مستني كل جوانبها الماديه مش مستني مرتبها بس مستني باباها ده كمان الست الست لما مستني باباها فلوس كلمه سونيا هو لازم نحطها برده اللي هي الثقه المراه لما بتثق في راجل خلاص هي واثقه فيه عارفه بتدي له عليها مش بتدي له خلي بالك عكس كمان ما الراجل بيثق في ست ما بيمنحهاش كل شيء يعني دايما الست لما تثق في رجل بتبقى خلاص مش شايفه حاجه غيره مش شايفه غيره حتى لو كل الناس قالت لها ده وحش ده كذا ده مش عارف ايه ارجو عدم استغلال يعني ده النصب العاطفي يا فندم بيحصل النصب لان يا جماعه والله يعني مش ثقه مش معناها ان هي عبيطه مش معناها ان انت تتعامل معاها ان هي عادي حق مكتسب ده معناها حضرتك يا استاذ انها شايفاك كل حاجه بس عايز اقول لك على حاجه الدنيا كلها في ستات للاسف شايفه طيب. شايفه ده وبتضحك على نفسها يا ما خلينا نحذر بعض الستات تبقى شايفاه هي اقل منه كتير وهي بتقبض كتير وهو اقل منها ومع ذلك تبقى متغاضيه بتتغاضى عارفه ليش تتجوز في بيلي الشمس بيقول الراجل الصح ما يخليش مراته تشتغل مهما حصل رجوله اخلاق شكرا لا ده ملوش علاقه لا العمل ملوش علاقه طيب استاذ شعبان بعت كذا مسج وشكرا على الكلام اللي حضرتك بعته برضه يعني في ناس النهارده كتير بعت كلام كويس طيب وبيقولوا رايهم على الموضوع ده انا شايفه ان معظم الاراء جت لنا من الساده المشاهدين على الفيسبوك بان احنا لازم يكون في ثقه مفيش واحد هتستخسر ابدا مرتبها في بيتها ولا اي حاجه بس لازم يكون في تقدير من الطرفين لازم انا اقدر ان هو بيتعب وبيخرج يشتغل وبيعمل وبيتعرض لمواقف وكذا وكذا علشان خاطر البيت في نفس الوقت لازم حضرتك برضو تقدر ان الست دي بتصحى من بدري حتى لو هي مش بتشتغل بتعمل شغل البيت وبتعمل اكل وبتعمل وبتسمع مش عارف ايه وطول الوقت قاعده قلقانه عليك وقلقانه على الولاد وقلقانه مش عارف ايه حتى لو هي نازله تشتغل نقدر يعني اذا حتى كان شغلها بمرتبها ده حاجه قليله ما تحسسهاش بالدنيا لو سمحت الحياه فعلا مشاركه 50% انت و50% هي هو ده البيت صح. هو ده البيت اللي احنا كلنا اتربينا فيه ان الاب والام بيشتغلوا الاب والام بيصرفوا الاب والام بيربوا والست مش مسنيه الراجل يقول لها هات هي بتدي هي من كل نفسها. حاجه وبتضحي طيب بكل حاجه نسمع عشان. كلمات اخيره بقى دكتوره سونيا اتفضلي يعني كلمات اخيره انا هوجه كلامي للرجل يعني المراه لو بتعمل وانت كمان بتعمل يعني انتوا الاثنين بتعمل وهي تتحمل كثير من الأعباء جدا 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 داخل المنزل وفي تربية الأبناء أرجوك حتى لو هي بتشارك زيك زيها زي ما يعني لو هي حتى بتحط مرتبها كله وفلوسها كلها فهي الضغط عليها أعلى يا ريت نكون رحماء بهذه السيدة اللي احنا بنحترمها وبنفخر بيها يا ريت نبقى كويسين معاها قوي مش قوي يعني بزياده شويه لان دي تعبانه قوي عشان خاطر البيت ده بالزبط. وما نستغلش حرصها على بيتها وعلى اولادها ان احنا نضغط عليها اكتر من كده تمام دكتور علاء اتفضل طبعا في البدايه اي رجل واي ست هم بيكونوا الاسره يبقى عايزين مؤسسه ناجحه فمبدا المشاركه جايز جدا ان تشاركوا بس بالحب والتقدير والاحترام والثقه بينكم وبين بعض ممنوع الاهانات لازم برضو خلي بالك وانت بتشاركي ما تحسسوش بالنقص عشان ما يتعبش نفسيا ويحس ان يبقى في خلافات اكتر يعني انت بتشاركي ده من داخلك من مشاعرك من احاسيسك انت كمان طبطب عليها وحضنها ودايما كده حسسها ان هي مالكه في حياتك واكيد الحياه بينكم هتبقى جميله جدا يعني انا عايزه اقول لكم برده في النهايه الحياه فعلا لازم تكون مشاركه البيت مشاركه البيت مسؤوليه الاولاد مسؤوليه المصروف مسؤوليه العمل مسؤوليه لو انا ما عنديش احساس بالمسؤوليه دي ومش قدها ما نعملهاش غير لما نبقى قدها عشان دي ارواح وبيت وكيان ومجتمع في الاخر بنرجع نزعل لما يحصل فيه حاجات كتيره وان شاء الله ربنا يسعد ايامكم كلها انا في ناس كتير بعتت تاني على الفيسبوك انا هرد عليكم حاضر بس انا اسفه مش هقدر اقرا المسجات دلوقتي الكومنتس اللي انتوا كاتبينها على الفيسبوك عشان وقتنا للاسف انتهى وبعتذر مره تانية على موضوع التليفونات ان العطل يعني كان في عطل بس في التليفون ما قدرتش استقبل تليفونات حضراتكم النهارده بشكر ضيوفي الاعزاء طبعا دكتوره سونيا الحبال الكاتبه الصحفيه شكرا جزيلا اهلا بيك بشكر ايضا دكتور علاء رجب استشاري العلاقات الاسريه والصحه النفسيه شكرا يا دكتور علاء اسيبكم بقى دلوقتي واشوفكم الاربع اللي جاي بكره ان شاء الله تكون معاكم زميلتي منى فاروق وان شاء الله اشوفكم باذن الله يوم الاربعاء 9 صباحا صباح جديد وصباح دريم فكونوا على موعد سلام